بكر بالبليده لنعيش واياكم هذه المباراه المصيريه بالنسبه للمنتخب الجزائري في طريق صياد كاس العالم بروسيا، الدور التصفوي الثاني قبل الدخول في غمار المجموعه امام منتخب تنزاني خلق لنا الكثير من المتاعب خاصه في الشوط الاول، ولكن اليوم الامور مغايره خاصه في ظل الدعم الجماهيري الكبير جدا الذي سيحظى به المنتخب الجزائري اليوم. كل مدرجات ملعب مصطفى شاكر مكتظ عن اخره، وهو الدعم الذي كان يبقى المنتخب بامس الحاجه اليه. منتخب سيعرف الجديد من حيث التغييرات من اجل اعطاء نفس اضافي للمنتخب خاصه من الناحيه الهجوميه بعوده الذي ترك فراغا رهيبا في مباراة الذهاب، أقصد بذلك ياسين إبراهيمي، وهذا جانب من الجماهير الكبيرة والكبيرة جدا التي اكتظت بها المدرجات اقتناعا منهم بأن المنتخب في أمس الحاجة إليهم في هذا الظرف الصعب والحساس جدا الذي يمر به المنتخب الجزائري تقريبا منذ شهر. طبعا سندخل في تفاصيل المباراة بعد لحظات، لكن قبل ذلك نرحب بك ريبازا، أهلا مرحبا. مساء الخير كريم، مساء الخير جمهورنا الرياضي. وعلى خط التماس سيكون هشام سعدودي، مرحبا هشام. مساء النور، مرحبا. المباراة ستكون ساخنة أيضا هناك عندك في خط التماس بين مدربين أدلي بتصريحات، واحد هادئ والآخر تصريحات نارية. فعلا المباراة ستكون مثيرة جدا، وبنكي الاحتياط سيكون أكثر إثارة كريم، وسنتابع كل صغيرة وكبيرة. طبعا بعد لحظات قليلة سيكون مثل ما تجري العادة في كل المباريات الرسمية مع النشيدين الوطنيين، والبداية ستكون بالنشيد الوطني التنزاني.
مباشرة إذا مع تشكيلة المنتخبين، والبداية ستكون بالمنتخب الضيف المنتخب التنزاني مع حارس المرمى علي مصطفى، رقم 4 سوماري كابومبي، رقم 3 مويني حاجي، رقم 13 نادير أرب، رقم 5 كيفين باتريك، رقم 16 موتاتيف يحيى، رقم 11 توماس ويلي وينغو، رقم 7 عميد ماو مكاوي، رقم 15 إلياس ماغوري، رقم 10 ألي سامطة، ورقم 9 فريد موزا. هذه تشكيلة المنتخب التنزاني، بينما طبعا المباراة التي يديرها الحكم الكاميروني المعروف اليوم في ثالث مباراة بالنسبة للمنتخب الجزائري، المنتخب الجزائري الذي لم ينازم أبدا مع هذا الحكم الكاميروني. مباشرة إلى تشكيلة المنتخب الجزائري في التي شهدت أي الأخرى التغييرات في حارس المرمى، إذن بولعي زفان كمدافع، أيمن غلام على الجهة اليسرى، بالقروي ماندي في محور الدفاع، مجاني متقدم أمام هذين المدافعين، بنطلب مسلوم في وسط الميدان، برايمي معرز وسليماني كرأس حرب، المدرب طبعا هو غوركوف. إذن كريبازا ثلاث تغييرات في هذا التشكيلة، تغييرات يبدو بأن غوركوف لا يريد أن يترك مجال للمفاجأة منذ البداية. صحيح كريم، ضمن المقابلة اليوم يعني فريق الوطني مطالب يعني بتسيير المقابلة بذكاء، مطالب بتسيير المقابلة بذكاء على حسب التشكيلة، يعني التشكيلة عنده نزهة هجومية بدخول مسلوب إبراهيمي وحتى لعب محرز يعني في الهجوم، نظن مطالب فريق الوطني بأداء ونتيجة هذا اليوم. هشام، ماذا تقرأ من وجوه اللاعبين وأنت القريب منهم الآن؟ يتكلمون في بينهم، ماذا يقولون؟ قبل ذلك مبولحي هو من يقوم بدور القائد، نادى على الكل الأساسيين والاحتياطيين، الآن يتحدث وبصوت عالي من أجل هشام خلينا رجاء كنا نسمع صوت مبولعي يتكلم هكذا. طبعا نعرف قيمة مبولعي في غرف الملابس، في غياب أيضا تغولي لعنده وزنه وتأطيره في المنتخب بعد اعتزال مجيد بوقرة، يبقى مبولعي من بين الأعمدة التي يحترمها الكثير من لاعبين الجدد في المنتخب الجزائري. طبعا كريباس سمعنا الكلمات الأخيرة لمبولعي، هي مباراة قلب وإرادة أكثر من شيء آخر. بالأخير الكلمات اللي سمعناهم هو يتكلم على المجموعة، الكل يدافع والكل يعني يهاجم، يعني حتى الفريق الوطني خص هذاك يعني القائد الحقيقي في الليلة. ونظن اليوم مبولعي هو اللي خضع هذه المبادرة وتكلم مع اللاعبين تاعو. ومباراة التحدي بالنسبة للمدرب الوطني غوركوف بعد الانتقادات التي تعرض لها في الكثير من المرات، ولكن كما قلت اليوم هي مباراة القلب أكثر من شيء آخر، بالنظر إلى فترة الاسترجاع، بالنظر إلى ما حدث في مباراة الذهاب، بالنظر إلى أن الخطأ ممنوع في هذه المباراة، بالنظر إلى المنتخب التنزاني لن يخسر شيئا في هذه المباراة، قدم كل ما لديه في مباراة الذهاب وهو يريد اليوم لما لا يحدث أكبر مفاجأة في هذه الإقصائيات. ولكن المنتخب الجزائري يعود إلى الحديقة التي لا يخسر فيها أبدا، هذا الملعب الذي تعادل فيه فقط أمام المنتخب التنزاني. ضربة الانطلاق أيضا لصالح المنتخب الجزائري، وأولى الكرات لبن طالب العائد الذي يلعبها مباشرة من هناك مع غلام، العودة إلى الخلف إلى بالقروي في أولى المواجهات كأساسي مع المنتخب الجزائري بعد التوازن الذي أعطاه لدفاع المنتخب الجزائري بعد دخوله في مباراة الذهاب. بن طالب إذن يغير الجناح تماما على الجهة اليسرى مع غلام، جميلة من محرز، محرز ينطلق يحتف بالكرة، التمرير لإسلام سليماني في زاوية مغلقة. الهدف الأول من دون مقدمات، قبل أن نتنفس، قبل أن ندخل في أجواء المباراة، قبل الحياة
الحديث عن المعطيات من زاوية كنا نعتقد بأنها مغلقة، من زاوية كنا نعتقد بأنه يصعب على سليماني أن يسجل، جاء الذي انتظرنا والذي غاب في مباراة الذهاب، ياسين برايمي من بعيد، من بعيد ومن دون أن يتسامح، من دون أن يتردد يسجل. انطلق محرز، مرر الإسلام، أرفع رأسه، شاف انطلاقة برايمي في القائمة الثانية بدون تردد. أحلى بداية وأروع بداية كريبازا. هذا ما كنا نتمناه كريم، أحسن بداية الفريق الوطني هو التسجيل في البداية، يعني 50 ثانية سجل أول هدف. لقطة جميلة من محرز، يعني طلب الكرة سليماني وفتحها في الأرض، يعني كان في القائم الثاني إبراهيمي، يعني هذا هو أحسن بداية الفريق الوطني. طبعا التنزانيين منذ البداية يريدون استفزاز ربما الحكم، ولكن يبدو من الوالة الأولى أنه حكم اليوم عكس ما حدث في مباراة الذهاب سيحمي اللاعبين الجزائريين، لأننا عانينا كثيرا من التدخلات الخشنة في دار السلام من دون تدخلات الحكم. نعم يا شباب، والاستفزاز بدأ من المطار. طبعا حكاية المطار كانت واضحة. نعم كريبازا، وهنا حتى هنا الفريق الوطني ما يدخلش هنا تكيب إبراهيمي، وكانت كرة جميلة من على المقاس يعني، وهنا الفريق الوطني ما يدخلش في اللعب تاع اللاعب التنزاني، الاستفزازات تاع الفريق التنزاني، الفريق راه متفوق يعني يركز على الكرة اللاعبين تاعنا. طبعا الآن هدف مقابل صفر، يعني المنتخب التنزاني مطالب بتسجيل هدفين حتى يتأهل للدور القادم، ولو أنه الطريقة اللي دخل بها المنتخب الجزائري تقول بين قوسين بأن الأمور لن تكون مثل ما حدثت في دار السلام، وتلك المباراة لن تتكرر اليوم. الكرة الجزائرية في الوسط مع نبيل بنطال بيضيعها أمام مطاري يحيى، تسترجع من جديد من قبل المنتخب الجزائري، ياسين برايمي يعود، تعود الكرة إلى ياسين. طبعا ركيزة في الوسط، يعرف متى يحتفظ بالكرة، حتى وجوده في المنتخب يعطي الإضافة اللازمة، ولكن هذه الكرات لا يجب أن تعدد، لا يجب أن تعدد، لأن المنتخب التنزاني ربما دفاعيا يعاني ولكن هجوميا خطير. حذاري من يعني تضييع الكرة في وسط الميدان، لأن الهجوم بالفريق التنزاني من صمتة واللاعب أولي موينجي، يعني حذاري في عمق الدفاع تاعنا، يعني احتفاظ الكره وتركيز في التمريره. انطلاقه اخرى من المنتخب الجزائري، ذكيه هذه الكره، التغيير والعوده الى نبيل بنطل، بالاضافه موجوده في وسط الميدان الى ياسين برايمي وغلام من هناك، تعود الى ياسين برايمي. هذه الكره مهمه في هذه الفتره بالذات لاستفزاز عناصر المنتخب التنزاني وتجنب رد فعل ممتاز مراوغه الانطلاقه والمخالفه. قلنا بأن اليوم قريب من اللقطات ويصفر، وهذا ربما يزيد من ناحية المعنوية اللاعبين اللي يخافوا دوما من الإصابات. حتى اللاعبين يعني لما يشوفوا إبراهيمي يعني البروفوك للاعبين دفاع الفريق التنزاني، وهنا راح تعطي ثقة يعني، وحتى اللاعبين الفريق الوطني يكونوا متحرين وحتى تكون الثقة في اللاعب يعني. أحلى البدايات من جانب المنتخب الجزائري بهدف من ياسين إبراهيمي. ربما لا أدري، سأبحث الآن في الأرشيف، ربما قد يكون الأسرع هشام، أكد لي المعلومة بعد هذه المخالفة والدفاع يتدخل، أكد لي المعلومة هشام. هدف قدير على ما أعتقد. سنبحث لأنه في ملعب مصطفى تشاكر ضد إفريقيا الوسطى على ما أعتقد. حكاية ثواني، قدير كان هدف سريع ولكن حكاية ثواني. انطلاقة أخرى للمنتخب الجزائري، الثاني ربما، الثاني، ولكن الدفاع يتدخل في الوقت المناسب ويتمكن من إخراج هذه الكرة. المنتخب الجزائري أفضل، لا مجال للمقارنة بين ما حدث في دار السلام واليوم. وجه آخر مغاير، اللاعبون اليوم يريدون رد الاعتبار أكثر بشيء آخر. إبراهيمي ثالث تدخل على الإنذار، الإنذار الآن، الإنذار الأول وثالث تدخل على التوالي على ياسين إبراهيمي، وهذا ما تكلمنا عليه. يعني لما اللاعب إبراهيمي يشد الكرة، كل اللاعبين يعني زوج ثلاث لاعبين من الفريق التنزاني شوف هنا من الخلف يعني، ودائما يستعملوا الخشونة، وهنا هذه حاجة إيجابية للاعبين الفريق الوطني. كرة ثابتة إذا لصالح المنتخب الجزائري المتفوق في النتيجة بهدف مقابل صفر. من وصل متأخرا من دون شك فوت فرصة مشاهدة هدف ياسين إبراهيمي، والثاني قد يكون في هذه الكرة. في اختلالات في دفاع المنتخب التنزاني اللي يمر بفترة فراغ ضروري جدا استغلال كريبازا الآن. ما كانش ينتظر في الدخول القوي والاستقباله للهدف كريم،
حتى شاهدنا أن الدفاع الفريق التنزاني بطيء جدا، وهنا يعني المطالبين بإبراهيمي وسليمان استغلال ثقل الدفاع الفريق التنزاني. لاعبين من جانب المنتخب الجزائري في منطقة المنافس، ولكن عداري من الانطلاقات السريعة والهجمات المعاكسة السريعة، ولكن بدقة وبهدوء حتى طريقة إخراج الكرة من منطقة المنتخب الجزائري أفضل بهذه الطريقة. ياسين إبراهيمي كالعادة المس تقريبا لا أدري 7-8 كرات أو 9 كرات في طرد قصير جدا، يؤكد حضوره الثاني في هذه المباراة. الكرة أيضا لصالح المنتخب الجزائري، من هناك غلام دوما كل الكرات تمر على ياسين إبراهيمي اللي بنطالبه ومسلوب، ولكن الكرة كانت بعيدة عليه. منتخب التنزاني كريبازا مازال ما دخلش في المباراة، يعني ما دخلش لأن الضغط تاع اللاعبين تاعنا، يعني التكتيك اللي دخل به الفريق الوطني ب 4-1 4-1 هذا خلى أن الفريق التنزاني اللي شاهدناه بالخطة الهجومية أول مرة كوركوف يلعب بهذه الطريقة، أول مرة، وحتى الفريق التنزاني مطالب بتسجيل هدف باش يتأهل. هنا شاهدنا أن دخل ب 4-3-3، لكن الضغط تاع الفريق الوطني لاعبين وسط الميدان ما خلاش أنه يشد الكرة. شو هنايا يعني يرجع الكرة للوراء، ما صارش الحلول في الهجوم، الحلول قليلة بالنسبة للمنتخب التنزاني بسبب الانتشار الجيد لعناصر المنتخب الجزائري الذين يتمكنوا من استرجاع هذه الكرة. الآن سليماني عادل الخلف، ولكن كورتو ضيع تسترجع من توماس ويلي وينغو، ولكن للحظات فقط لأنه نبيد بنطال موجود من هناك لياسين إبراهيمي، عاد تماما إلى الخلف على الجهة اليسرى نبيل بنطال مرة أخرى، العودة تماما إلى الخلف إلى كارل مجاني، كارل مجاني مسلوب الكرة عند رياض محرز، رياض محرز العودة إلى الخلف، زفان توصل الكرة مرة أخرى مباشرة إلى نبيل بنطالب، بل عودة تماما إلى العارس البلعي لجلب عناصر المنتخب التنزاني. العناصر الجزائرية تحتفظ بالكرة بطريقة ذكية، تدرك بأن المباراة تلعب في 90 دقيقة والمنتخب التنزاني لا يجب أن تترك له فرصة للمناورة. 3 لاعبين أمام إبراهيمي وكالعادة العرقلة هي الحل الوحيد لإيقافه. خشونة يعني دائما لما يستلم الكرة إبراهيمي وإلا تكون الخشونة، وهنا حذاري حتى إبراهيمي مطالب أنه يلعب لا يحتفظ بالكرة، يلعب لمسة واحدة يمررها بسرعة مثل ما فعل الآن، وانطلاق لصالح المنتخب الجزائري من غلام من هناك، لا ضيعها غلام، ترويض للكرة لم يكن جيدا، فضعت هذه الكرة واسترجعها سوماري كوبومبي من هناك. شوط تقريبا 9 لاعبين من عناصر المنتخب الجزائري في منطقة المنتخب التنزاني لا يتركون لهم فرصة التنفس، ولكن عذاري من الأخطاء، عذاري من الهجمات المعاكسة السريعة، التغطية الدفاعية كانت حاضرة من زفان، تصل إلى إسلام سليماني ضايعة من نوب ويسترجعها حميد موا. لمسة يد، لمسة يد نعم هشام. هنا الفريق الوطني مطالب بالاحتفاظ الكرة وليس الإعادة للهدف الجميل المميز، يعني نفس اللقطة اللي شاهدنا بها الهدف الثاني في تنزانيا. كريم جميل أن الحلول كانت موجودة، محرز بنطلب وإبراهيمي، تفاهم كبير بين محرز ولعب سليمان، يعني لما يطلب الكرة في ظهر المدافع الأيسر سليماني، وإلا محرز عنده هذيك التايمينج تاع التمريرة هذه. يلا دعونا نواصل بهذه الطريقة لأنه أفضل سيناريو ممكن، ولكن المباراة لازالت طويلة، 10 دقائق فقط منذ بداية المواجهة. التوزيع الدفاع يدخل إلى أين؟ من دون خطأ، من دون خطأ، وتصل إلى زفان، نادي زفان، رياض محرز، لمن في الوسط؟ لإسلام سليماني، عاد إلى الوسط من أجل الحصول على الكرات. غوركوف هشام ارتاح الآن، هادئ تماما، أجمل سيناريو كان يمكن أن ينتظره بعد الذي عانى منه في تنزانيا وقبله، الضغط رهيب. انطلاقة أخرى كالعادة من هناك على الجهة اليسرى بهدوء برزانة، هذه من يلعب بها المنتخب الجزائري، شوف الطريقة اللي دخلوا بها عناصر المنتخب التنزاني على حامل الكرة. باللغة العامية كريم الصباط، أنا قريب جدا من أرضية الميدان، الصباط هذا اللي أنا متخوفين أن إبراهيمي كنت عنده إصابة لو دخول خشين راح هذا اللي ما نتمناهش. نبيل بنطالب مباشرة في الوسط تصل إلى رياض محرز، رياض محرز يلعبها مع ياسين إبراهيمي،
بدون أن يحتفظ بالكرة. ربما تفطن لهذا الأمر بسلوب لياسين إبراهيمي. رياض محرز، رياض ينتظر تأتي المساندة من سفانة توزيع بين عيدة وتخرج إلى الفتحة. التمس لم تكن دقيقة، ولكن التمريرة هذه إعادة للمس للتمريرة بدقة. فتحة في الأرض يعني، وكان وحده الإبراهيمي في القائمة الثانية. ربما يعني دوما تحط على إسلام سليمان نقوله بأنه أحسن هداف وسجل 19 هدف، ولكن نسينا بأنه هو أحسن ممرر في المنتخب. صحيح يعني، حتى اليوم يعني التمريرة يعني على طبق اللاعب. وهجمة معاكسة لسرع ياسين إبراهيمي. ياسين يطلبها كنت أقول سفيان فيغولي، ولكن سفيان فيغولي غايب اليوم، والكرة دائما لصالح المنتخب الجزائري. تصل إلى إسلام سليماني أمام ثلاث مدافعين، من الصعب جدا المرور. ياسين إبراهيمي يبقى ساقط يطالب من الحكم إشارة البطاقة الصفراء لأن الأخطاء تعددت. نبيل بنطلب الآن الكرة وضعية تسلل وعدم تسلل. هشام كنا نقول بأنه نتحدث عن أهداف إسلام سليماني، لكن ننسى والبعض يجهل أنه أحسن ممرر في المنتخب. بصراحة يقول الكثير من الجزائريين بأنه إسلام سليماني لا يحسن اللعب بقدمه، لكن الإحصائيات عكس ذلك تماما. صحيح. هو عدد أحسن الأهداف ممرر وأحسن هدف. العدد الأهداف الذي سجلها برجليه بكلتا قدميه أكثر من عدد الأهداف اللي سجلها برأسه، وهو الذي أعادنا من بعيد في دار السلام من ذاك الجحيم الذي أخافنا وأرهبنا، وكنا نخشى الكثير في المرحلة الأولى من تلك المباراة. ولكن جاء سوبر سليماني لينقذ المنتخب الجزائري في تلك المباراة، واليوم يقدم كرة حاسمة وتمريرة حاسمة أخرى لياسين إبراهيمي الذي يسجل هدف في أحلى سيناريو ممكن للمنتخب الجزائري. وهو صاحب شرف تسجيل هدف أهل به المنتخب لأول مرة إلى الدور الثاني من المونديال. طبعا حتى صراحة كريم يعني المقابلة هو يزيد في يعني في الفورما، وهذا شيء جميل أن اللاعب تحس باللي منذ وانطلاقة أخرى. كرة أخرى، ولكن محرز ليس سليماني في الكرة الآن. محرز مهاري بالمراوغة والفرديات والتمريرات، ولكن لا يسجل بالرأس في تلك الوضعيات. الآن الصبر من زفان ونبيل طالب بن طالب يحييه على شجاعة. طبعا قلنا بأنها هي مباراة القلب بالدرجة الأولى، ولكن حذاري شامل الإنذارات لأنه المشوار لا زال طويلا في دور المجموعات في انتظار المنتخب الجزائري. إن شاء الله لما نتخلص من هذه المباراة ونتأهل، وهذا هو المدرب الذي يريد أن يكسب المباراة، ولكن بالتصريحات وأكثر من شيء آخر. صحيح يعني بالتصريحات الاستفزازية، لكن حقيقة الميدان شيء آخر كريم. زفان سيتولى تنفيذ هذا التماس. الآن صعود عناصر المنتخب التنزاني إلى منطقة المنتخب الجزائري بعد 10 دقائق كانت بمثابة الكابوس بالنسبة لهم. انطلاقة أخرى ياسين إبراهيمي. ياسين ماذا يفعل ياسين؟ يراوغ ياسين، يوزع، يقدم كرة للثاني لسليماني، ولكن هذه المرة الدفاع كان حاضرا، تدخل وتبقى الكرة الجزائرية لياسين إبراهيمي. التوزيع وين الركنية، ولو أنه بالطالب لم يترك الفرصة لياسين إبراهيمي حتى يتنفس ويسترجع أنفاسه. كرة ثانية في أقل من دقيقة. هنا شاهدنا الحلول على الأطراف كريم، يعني هنا الفتحة في القائم الأول، لكن المدافع حرم من سليماني. شوف هنا الاستفزازات. نشاهد مع مخرجنا سامي شروط بعد لحظات صورة معادة لما حدث وللتدخل من دون شك، تدخل ربما بالكتف أو شيء آخر داخل منطقة العمليات، أعتقد بالكتف. متعودين العناصر الجزائرية اكتسبت الخبرة في مثل هذه اللقطة. نشاهدها سوية نعود إلى المباراة ونعود إلى ركنية ياسين إبراهيمي. والدفاع لا زالت الكرة خطيرة. لم يستغل هذا التهاون، لم يستغل هذا الارتباك
في دفاع المنتخب التونساني. شوط أين يضغط معرز؟ أين يضغط معرز؟ ولا تخرج الكرة. كنت أعتقد بأن الكرة لم تخرج. حتى كريم 15 دقيقة ما شاهدناش سماطة اللي شاهدناه في مرحلة الذهاب. يعني شاهدنا أن الفريق الوطني ضغط كبير على حامل الكرة، وهذا شيء هاي الصورة مين. العلوية ربما سامي بعد لحظات إذا أمكن تعطينا صورة علوية حتى نشوفوا الانتشار عناصر المنتخب الجزائري. تقريبا 9 لاعبين في منطقة المنتخب التونساني. صعب جدا على سامطة أن يظهر في ظل هذا الانتشار الجيد. سامطة يحب المساحات ويحب هاي الصورة. ربما ليس في هذه الكرة سامي، لما تكون الكرة عند عناصر المنتخب التونساني. هناك سنشاهد وجود 8-9 لاعبين من عناصر المنتخب الجزائري في منطقة المنافس. يعني تعليمات المدرب كريم أن حتى في الدخول في المقابلة، يعني حتى يعني النزعة الهجومية من طرف لاعبينا. هذه هي يعني شاهدنا أن الفريق راه متقدم بأكثر لاعبين في المنطقة. انطلاقة أخرى جزائرية وخطأ آخر على نبيل بنطالب. كم من خطأ هشام، تجاوزت 10 أخطاء التي أعلن عليها الحكم اليوم. واضح مباشرة راح القدم لا. أظن هذه تكون كان ممكن أن تكون فيها بطاقة المدافع الوسط ميدان الفريق التونساني. تدخل آخر على مطالب. وهنا كريم الفريق الوطني مطالب أن تسيير يعني الكرة مش عدم الاحتفاظ بها. عدم الاحتفاظ بها لأن لمسة واحدة للكرة. لمسة واحدة لا يا غلام. لا يا غلام. الآن إحنا متفوقين. المنتخب التونساني مازال ما دخلش في المباراة تماما. غايب تايا حيران بكل الكلمات. لذلك يبحث عن أشياء. ونعرف أنه لاعب الجزائري لما يتنرفز يخرج من المباراة. كريم. نعم هشام تفضل. تحدثنا عن الإحصائيات. أسرع هدف في تاريخ كرة القدم الجزائرية والمنتخب الوطني هو تاج 12 ثانية ضد المنتخب المصري، ثم فؤاد قدير ثانيا ضد المنتخب الغامبي في 20 ثانية الأولى، ثم إبراهيمي اليوم في الدقيقة في الثانية 35، وقبل ذلك إبراهيمي كان سجل ضد ملاوي هنا طبعا. على ضد ملاوي في الدقيقة 48. الزميل عبد الرزاق رمضان مشكور على الإحصائيات. طبعا شكر موصول لزميلنا عبد الرزاق رمضان. يعني 4 أهداف في أقل من دقيقة سجلها المنتخب الجزائري، وهو رقم يضاف إليه بدبوز على الصورة. وتحية كبيرة إلى الهداف الرائع تاج بن صاولة وإلى ذلك الجيل الجميل. طبعا جيل مميز صنع أفراح الكرة الجزائرية. وكنا نشاهد بودبوز الذي كان يرغب في المشاركة في هذه المباراة. عمل كبير بذله الطاقم الطبي في مركز سيدي موسى من أجل استرجاعه، ولكن لم يرغب المدرب في المجازفة في هذه المباراة. قد يدخل في الشوط الثاني إن اقتضت الضرورة. وكرة ثابتة لصالع المنتخب الجزائري ولصالع رياض معرز. على الجهة اليمنى رياض معرز هو الذي ينفذ الكرة الثابتة، وعلى الجهة اليسرى ياسين إبراهيمي ستكون داخل والبحث عن رأس إسلام سليماني ونبيل بنطالب. حتى رأس بالقروي كريم. بالقروي الذي يشارك اليوم لأول مرة كأساسي مع المنتخب الجزائري. معرز عالية، ولكن في الكرة العالية يبدو بأن المنتخب التونساني حاضر في كل الكرات وفي كل التوزيعات العالية لحد الآن من المنتخب الجزائري. نعم هشام. ولا خطر على بن طالب. الحمد لله. الحمد لله سلامته، ولكن عائد من الإصابة منذ شهر أوت الماضي رفقة نادي توتنهام. لذلك لا يجب عليه أن يحتفظ بالكرة ما دمنا متفوقين. لمسة تكفيه. يعني كان غير محظوظ تماما. حادث منزلي أضاع به بداية الموسم مع النادي الإنجليزي والمنتخب الوطني. ولكن المباريات العديدة اللي لعبها الموسم الفارط والتحضير على أعلى مستوى، ونعرف الأندية الإنجليزية كيف تحضر في بداية الموسم، تخليه قادر على العودة في أي فترة من فترات الموسم. وشخصية اللاعب أيضا طبعا مهمة جدا. تماس إذن لصالح ماغوري من هناك. تسترجع أكلا نفس السينة نفس السينة. ربما اليوم قد يضطر لإخراج البطاقة الحمراء. مقابلة المخالفات كريم. من جانب واحد ليست مخالفات بل يذهب مباشرة إلى قدم لاعب. طبعا الآن المنتخب الجزائري مكشوف لكل المنتخبات. يعرفون المهارة الفردية لمحرز، يعرفون كيف له في بداية هذا الموسم. واحد من أفضل اللاعبين في البطولة الإنجليزية يعرفون ياسين إبراهيمي، لذلك يستعملون الخشونة على هذين اللاعبين. إسلام سليمان يعود إلى الخلف، تعود إليه مرة أخرى ولكن بعيدة عليه، وباتريك أو كيفين باتريك هو الذي يقطع هذه الكرة.
بعيد على زفان بن عقب من محرز. وكالعادة الضغط العالي متواصل من عناصر المنتخب الجزائري، ولكن انطلاقة من ماغوري من هناك. أين هو صمتة؟ أين هو صمتة؟ هذه الكرة تعكس كل شيء. كريم شوف، دائما الفريق التونزاني راهو يدافع في الربع 40 متر المنطقة تاعو، لكن لما يستلم الكرة عنده مازال يلعب الهجمات المعاكسة وحذاري، لأن مجاني لازم يبقى أمام وسط دفاع الفريق الوطني، ما لازموش يروح كما يروح بن طالب ومسلوب، لازم دائما يبقى في وسط كسنتينال، لأن خطورة سماطة أولي موينغي يعني تكون، يعني لما يكون مساحات راح يستغلوها. تفاديا للمغامرة، تفاديا للمجازفة، ولو أنه أحسن سيناريو وإضافة هدف ثاني يخرج تماما المنتخب التونزاني من المباراة. ياسين إبراهيمي بطاقة أخرى. نعرفك سيدي الحكم بأنك صارم وجريء، ونعرفك بأن الجزائر محظوظة معك لما تدير مبارياتها، ولكن اليوم أعتقد بأن مباراة البطاقة الحمراء مدام كل كرة خطأ شاط ما لعبش الكرة، لعب مباشرة قدمي. لو تستمر بهذا بالخشونة هذه راح يكون فيها بطاقة حمراء كريم. والمكان المفضل لدى إبراهيمي وبن طالب أيضا هشام، حتى غلام يعني قذفته من البعيد، أظن أنه هو من سيسدد غلام. واضح أمام المرأة ومسلوب نعم تفضل هشام، ومسلوب يتحدث مع غلام، حتى الغلام يعني لازم يركز مليح ان الكره بعيده لكن عنده قذفات قويه، هنا مطالب بالتركيز في هذه التسديده. يلا فوزي غلام، تعود ان يسجل من هذه الاماكن من هذه المساحات مع نادي نابولي الايطالي في وسط المرمى، المكان مفضل بالنسبه للاعبين ولو انه بعيدا نوعا ما عن اطار المرمى. لو تروح في الإطار كريم ستكون الهدف الثاني، لما لا، ولكن بن طالب أيضا موجود، غلام أو بن طالب من سينفذ؟ هو غلام 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 يا غلام يا غلام، ثاني الأهداف للمنتخب الجزائري، ثاني الأهداف للمنتخب الجزائري، لم يترك أي فرصة للحارس التونزاني علي مصطفى، وثاني الأهداف. قلنا بأنه أجمل سيناريو ممكن لنخرج التونزانيين من المباراة لنقضي عليهم هو هكذا، هو هدف ثاني، وأي هدف من غلام، من أجمل ما شاهدنا كريبازا. تكلمنا كريم أن لو تمشي للإطار تسجل، يعني نعرفوا أن قذفت قوية، تسديداته قوية، وهنا كانت مركزة خادعت الحارس، أنا هدف جميل جدا، وهذا هو يعني الأحسن سيناريو للفريق الوطني. يبدو أن الكرة حتى الكرة دارت لما اقتربت من حارس المرمى، دخلت خدعته يعني، وانطلق من هناك ياسين إبراهيمي، ياسين يضغط، ولكن الدفاع في نهاية المطاف. شوف الطريقة اللي دافع بها ياسين إبراهيمي تعكس ما قلته هشام منذ لحظات، الجرينتا اللي دخل بها عناصر المنتخب الجزائري. نعم الجمهور الآن يطالب ببقاء غوركيف. الله أكبر. طبعا والله لا كريم، اليوم الفريق الوطني بين أن المقابلة تاع الذهاب كانت يعني ان اكسيدون دو باركور برك، يعني اليوم الفريق الوطني تخل بجرينتا كما تكلمت، فريق يعني ضغط في البدايه، كانت احسن بدايه تاعو بتسجيل الاهداف، نظن هذا هو الوجه الحقيقي تاع الفريق الوطني، ومازال يعني حتى المقابلات الجايين حتى اللاعبين يكونوا في فورمه ان شاء الله، ويكون احسن وجه للفريق الوطني. المنتخب الجزائري اذا ينتفض هنا من جديد في الحديقه المفضله بالنسبه اليه، يسترجع الثقه في النفس، هي مباراه رد الاعتبار كما قلت، هي مباراه الكبرياء، والان بامكاننا ان نستمتع بالمباراه، المباراة اللي دخلناها بضغط رهيب جدا، الآن إن شاء الله ستتحول إلى مباراة للاستمتاع بفنيات هذه اللاعبين الذين يبقوا مهما قلنا عنهم ومهما انتقدناهم ومهما غضبنا عنهم، لأنهم قلوب عشاق المنتخب الجزائري بدليل الحضور الجماهيري الكبير والكبير جدا اليوم هنا في ملعب مصطفى شاكر بالبوليدة. التغطية موجودة
كالليبيرو رئيس وهاب مبولعي يتدخل ويخرج هذه الكرة، وأول كرة يلمسها كريم للضغط العالي اللي كان مفروض من عناصر المنتخب الجزائري، لم يترك الفرصة. الحضرة صمت اليوم إلى ملعب مصطفى شاكريشا بالاسم فقط، لم نراه ولكن لا يا رئيس يا وهاب مبولعي، لا يا رئيس يا وهاب مبولعي، ولحسن الحظ برت بسلام. يعتذر يعتذر كريم. نعم، يجب الحديث عن هشام بالقروي نتاج اتحاد الحراش، والدكتور شرف اتى كظهير ايسر تحول الى وسط الميدان يلعب في النادي الافريقي اكبر نادي في تونس، الان اساسي في المنتخب باناقه كبيره وبثقه كبيره، والكره اذا لصالح المنتخب الجزائري، وانطلاقه من ياسين برايمي مره اخرى. ياسين العودة إلى نبيل بنطالب، ياسين مرة أخرى يبحث عن رفيق متحرر، يبحث عن تغيير الجناح ربما، فعلا هذا ما فعله، يجد من هناك زفان ينتظر مساندة، مستحيل أنه يعاود تمرير الكرة لياسين إبراهيم مرة أخرى. مسلوب لنبيل بنطالب، خلي الكرة بنطالب ولا تحتك باللعب. الطريقة الإنجليزية نضيعوا الكرة أفضل من شيء آخر في هذه الوضعية. شوف الافتزازات كريم، يعني لما تكون المخالفة صعب جدا على المنتخب التنزاني أن يعود اليوم، أن يعود اليوم إنذار آخر، ليس لأن هاي الأشياء اللي يجب أن نتفاداها بالطريقة. لن يلعب المباراة القادمة نبيل بنطالب في مرحلة الذهاب، أخذ بطاقة ذهابا وإيابا، شكرا سامي. وهي بدأت كريم من يعني التمريرة الخاطئة من مسلوب كانت نوعا ما قصيرة، خداها اللاعب التنزاني إسلام سليماني، يسترجع الكرة وينطلق المحارب، ينطلق المحارب. بماذا يطالب إسلام سليماني؟ بخطأ غير مباشر. خطأ غير مباشر لأن كان يحسب ان المدافع هو اللي مد الكره للحارس، من مخيلة ربما دي من لاعبين ربما قبل بدايه المباراه، انه كل اللاعبين في الشوط الاول من مباراه الذهاب لا يستطيعون حتى دوران الرقبه في بعد دي الكره بعد دي الكره بعد دي الكره. تسلل لحسن الحظ. كنت اتحدث ونقول انه ما قيل لي من قبل اللاعبين عن مباراه الذهاب ربما في كواليس المنتخب الجزائري، انه اغلبيه اللاعبين لا يتمكن حتى من تدوير الرقبه بسبب الرطوبه والاختناق والحراره. صحيح. الوحيد الذي كان عادي وفاجأ حتى زملائه اسلام سليماني، حتى انه اللاعبين قالوا له ما بينش بعد نهايه المباراه، هل جئت من عالم اخر او كوكب اخر؟ للنكته فقط هذه الاشياء حدثت في غرف ملابس المنتخب الجزائري بعد نهاية مباراة الذهاب. وانطلاقة من ياسين برايمي، ما فيش وضع تسلل لغلام، أراد أرضية لإسلام سليماني ولكنها لم تمر عفوا، تصل سالي للحارس رايس وهاب بنحي لا يجزي. هذا وش المطلوب؟ مبدأ الأمان والسلام. هذا وش المطلوب يعني بدون مخاطرة؟ لا أدري لماذا رايس وهاب بنحي يعطي ثقة في المرمى من دون شيء، ربما من دون تقليل من قيمة حراس آخرين. طبعا بعد لحظات سنشاهد سامي الهدف المنتخب التنزاني، هاي الإعادة، تسلل واضح، كان فيه تسلل واضح، واضح التسلل. الوقت مر بسرعة، 30 دقيقة نصف ساعة من الشوط الأول، لاعبين تخلصوا من الضغط بطريقتهم الخاصة من مباراة الضغط، انطلاقة أخرى وجانبية، قلت عرفوا كيف يتخلصوا من الضغط ويعيدوا التوازن ويلعبوا ويواصلوا المباراة بأكثر ثقة بفضل طبعا هدف ياسين برايمي السريع. حتى الهدف الأول كريم أعطى ثقة للاعبين، يعني تسجيلهم في الدقيقة الأولى أعطى يعني هذيك الثقة هذيك، حتى مساندة الجمهور نظن تخلف المقابلة بسرعة في اللاعبين. الكرة إذا تنزانية في الوسط، حضور بدني أيضا قوي من المنتخب الجزائري هذه المرة من غلام. أهل المنتخب التنزاني مطالب بتسجيل هدفين حتى نذهب إلى ضربات الترجيحية وثلاثة من أجل التأهل، والأمور بهذا السيناريو صعبة جدا على التنزاني.
لأفضل نتيجة بالنسبة إليه كانت هنا في ملعب مصطفى شكر بالبليدة أمام بهدف مقابل هدف تعادل المدرب السابق رابح سعدان. الانطلاق الآن تنزانيا التوزيع في القائمة الثانية عذاري الرئيس وابن بولع الخروج وزفان من دون انتظار مخالفة لابن بولع طبعا والأولى في مدرجات ملعب مصطفى شاكير سامي الأولى المكسيكية الآن في مدرجات ملعب مصطفى شاكير بعدما تحررت الجماهير من الضغط الرهيب في 48 ساعة كانت للسوسبانس بعد الذي حدث في الشوط الأول من مباراة الذهاب واحد من أسوأ الأشواط التي لعبها المنتخب الجزائري على الأقل في العشر سنوات الأخيرة الأولى على المدرجات فعلا الأولى التي بدأت لأول مرة في المكسيك بمناسبة مونديال 1986 التي أبدع آنذاك فيها المنتخب الجزائري خاصة قاسي السعيد نتذكر جيدا في المباراة الكبيرة أمام المنتخب البرازيلي وكل أسماء ذاك الجيل الذهبي مراوغة لعب ميلان وأي مراوغة آنذاك ومحرز ضيع منه ضيعها مسلوب مدطير يحيى وضعت أيضا من جانب المنتخب التنزاني ليس الهدوء فقط على بنك احتياط المنتخب الوطني ولكن الابتسامات أيضا أسبوع صعب جدا مر به اللاعبين شعرنا بذلك قبل بداية المباراة وتسديدة من بن طالب فوق العارضة الأفقية جديورا كان سجل هدفا جميلا تقريبا بنفس الكرة من نفس المكان نعم. تماما ومن نفس المرمى أو في نفس المرمى أيضا ضد تنزانيا والمباراة انتهت بهدف مقابل هدف هناك آخر مباراة كانت بالنسبة للشيخ الشيخ والآخر بهذه المناسبة والآخر ترك ركنية بصمة في تاريخ الكرة الجزائرية سوء تركيز هذه الكرة تعكس كل شيء تعكس كل شيء وتحس باللي الفريق التنزاني خرج من المقابلة يعني الهدفين أثروا معنويين على شوف هنا الترويض الخاطئ تاع الحارس وهنا تذكر ربما كلام عنتر يحيى في تدخله مع التلفزيون الجزائري لما قال بأن المنتخب التنزاني قدم كل ما لديه في مباراة ليس لديه ما يقدم لن يقدم أكثر مما قدمه في مباراة الذهاب وهو ما يتأكد في 30 دقيقة أو 35 دقيقة التي نعيشها إلى حد الآن هشام اللي يعاني بن طالب من شيء ما نرفزة كبيرة بن طالب وكلا المسترجعين بن طالب وطيدار يقومان بعملية الإحماء لا يعاني من إصابة يبدو أنه متأثر من التدخلات الخشنة يبدو لي لا. أنت القريب قال, قال له منصور هل أنت بخير قال لا وياسين إبراهيم ياسين إبراهيم يوزع ولكن التسديدة فوق العارضة الأفقية من عيسى ماندي اللي صعد من أجل مساعدة زملائه شوف تضيع الكرة كريم يعني تضيع كرات كبيرة من طرف دفاع فريق تنزانيا خرج من المباراة خرج سيناريو صعب جدا لأي فريق أن يعيشه إسلام سليمان ياسين إبراهيم الكرة بعيدة نوعا ما الحكم غريبة الحكم طلب منه الخروج الآن يدخل لماذا غادر أرضية الميدان بطلب من الحكم ربما الحذاء ربما شيء آخر أو حتى يتلقى الإسعافات أو ماذا أنت القريب إن شاء الله ليس هناك أي شيء لا إسعافات ولا ربط الحذاء ولا أي شيء آخر والكرة إذا ليس على المنتخب التنزاني تجمع عناصر ودفاع المنتخب الجزائري لا يريدون ترك الفرصة تماما للمناورة ويريدون مباراة من دون خطأ اليوم هنا في ملعب مصطفى شاكير التغيير يطلب التغيير نبيل بطل وبنرفزة كبيرة على الحكم يعني عندك إنذار يا نبيل عذاري من البطاقة الحمراء يا نبيل خلي زملاء لأنه الآن حكم قادر يخرج لك البطاقة الحمراء للاحتجاج ونواصل مباراة بعشر لاعبين الخروج بهدوء يا نبيل رجاء المباراة ويرد على لا يا نبيل لا يا نبيل عذاري من البطاقة الحمراء عندك إنذار الحمد لله يرد على استفزازات يرد على
غريبة. خروجه أفضل، خروجه أفضل الآن، خروجه أفضل. لا يا نبيل، أدري لماذا في شيء ما. لا كريم، متنرفز من الإصابة، من عودة للإصابة هذا، وماوش من اللاعبين تاع تنزانيا، نظن متنرفز من يعني عادته للإصابة هذا، هو نظن الإصابة هذه صعب جدا، لم يعمل العودة تاعو القوية، لكن الإصابة ما جاتش في وقتها. وقديورا سيكون البديل طبعا. طبعا دخل صعب جدا بالنسبة للاعب يمر بفترة بنبيل اللي ضيع بداية الموسم، اللي كان يبحث عن التأكيد، يبحث عن تفجير طاقته هذا الموسم في البطولة الإنجليزية. طبعا نحن ربما المنتخب الآن لن يلعب إلى غير شهر مارس، الوقت كافي لتصحيح الأخطاء، لاسترجاع اللاعبين المصابين، لاسترجاع كل شيء. ولكن اللاعبين في هذه الفترة مهمة بالنسبة إليهم على مستوى ناديهم المنافسات الأوروبية والريتم العالي، خاصة بأنه في إنجلترا نعرف بأنه شهر ديسمبر يلعبوا 3 مباريات في الأسبوع. البطولة في إنجلترا مختلفة تماما عن باقية البطولات في العالم، لذلك إن شاء الله سلامات إن شاء الله. طبعا هشام تقريب من كرسي احتياط المنتخب الجزائري، ربما بعد لحظات مع طبيب المنتخب الجزائري على الأقل تتحصل على المعلومة، لنطمئن على نوعية الإصابة وحالة نبيل بن طالب اللي تهمنا، وهو الذي قدم إضافة كبيرة في وسط ميدان المنتخب الجزائري، وأول كرة وأول تدخل أيضا على جديورة. هذه بطاقة حمراء يا سيدي الحكم. لا 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 على رياض. نعم على رياض محرز. هنا تشوف كريم ان الفريق التنزاني ما راهوش يلعب في كرة القدم، يعني خرج من المباراة، راهو يستعمل الخشونة، يعني حذاري وحذاري جدا من لاعبينا على الإصابات، حذاري. الآن يجب حماية أنفسنا إن سعد التعبير من هذه التدخلات الخشنة، خاصة يا سيد إبراهيم العائد من إصابة. حتى محرز ربي يحفظه من العين، يعني إن شاء الله لو يكون اللعب يعني نوعا ما مرخي كريم راح تكون إصابات بالغة. هنا مطالبين اللاعبين تاعنا يعني بالتركيز لما يحملوا الكرة، يعني يكون تركيز كبير على الكرة، خاصة مع لاعبين فريق التنزاني لأن راهم يستعملوا خشونة كبيرة. هذا ياسين إبراهيم يتفطن الأمر، لا يحتفل بالكرة، لمسة واعدة فقط. هاي الطريقة، هاي الطريقة التي يجب أن نلعب بها ياسين، هاي الطريقة من بعيد، ما نخليولهمش تماما الفرصة للاحتكاك حتى نتفادى أكبر عدد ممكن. في الطرية المراوغة عند ياسين إبراهيم، حتى لما يحاول أن ينسى نفسه ولو يراوغ يراوغ، وكأنه خلق من أجل أن يراوغ هذا اللاعب. مراوغ، خلق ليراوغ. ربما في لحظة من اللحظات لمدة دقيقة فضل أن يلعب الكرة بلمسة واحدة ثم عاد إلى الاحتفاظ بالكرة. وانطلاقة هنا الثالث، هنا الثالث يا إسلام، هنا الثالث يا إسلام، الثالث يا إسلام يضيع من زفان. كريم نعم، عند تسجيل الهدف الثاني من غلام ضيف الجزائر المرشح بقوة لخلافة بلاتير على رأس الفيفا جاني إنفانتينو، رئيس أو الأمين العام للاتحاد الأوروبي وأحد المرشحين بقوة، ابتسم كثيرا، يعني طريقة احتفاله بالهدف كانت غريبة. التقط حتى الصور التذكارية قبل بداية المباراة من المنصة الشرفية، صورة موجودة عندك سامي، صورة التقاط للصور هنا في ملعب مصطفى تشاكر. حاورناه حصريا، قال بأنه اخترت الجزائر كأول محطة انتخابية لي لأن هناك 40 مليون جزائري يعشقون كرة قدم، 40 مليون مدرب. قال مثل إيطاليا، مثل إيطاليا. قال زرت أصول إيطاليا باهتمام. قال بأنه زرت مركز سيدي موسى، أنا منبهر بالمركز بالمواصفات العالية وبالاحترافية الكبيرة التي تسير بها الاتحادية، وصديق روروا. الكرة إذن لصالح المنتخب التنزاني الذي مش ناش لعب 4-5 تمريرات متناسقة للمنتخب التونسي. بريسينغ، الضغط، الضغط تاع الوسط ميدان لما دخلنا بـ4-1 يعني ضغط كبير على أول كرة اللي تخرج من الدفاع الفريق التنزاني، كانت اللاعبين الفريق الوطني يقطعوها، وهذا اللي صاب صعوبات فريق التنزاني. سيناريو مباراة العودة يتكرر باتجاه معاكس. صحيح. ما حدث للمنتخب الجزائري في دار السلام يحدث للمنتخب التنزاني الآن. ومن غرائب الصدف انه سجلوا هدفين، ولكن نحن ياسين يا ابراهيمي لا يهم. لا تهمه لا الاصابه ولا شيء اخر.
ظن عن هشام يجب ان نحسب البطاقة الصفراء. هذه الرابعة على متى؟ لا اكثر. البطاقة الحمراء الحمراء هذه الثانية الحمراء الحمراء لذلك قلت رقم 16 رقم 16 شوتر لذلك كنت هشام يجب ان نحسب البطاقات لانه كنا نشم رائحة البطاقة الحمراء. يلا ياسين ابراهيمي سجل هدفا واخرج لاعبا. يعني اللي طرد المدافع هو ياسين ابراهيمي. يعني مخالفة الأولى بطاقة صفراء وهذه هنا هنا اللقطة هذه بطاقة حمراء يعني مباشرة بدون بطاقة صفراء لأن استعمل نية المدافع هو كسر اللاعب إبراهيم. مجبر أخاك لا بطل أمام كريم. نعم إن شاء الله سنرى ما سيقوله زكريني عن صديقه اليوم. يوبي الموجود اليوم على يوبي الموجود في البلاطو. تحياتنا يوبي. قال بأنه لا يوجد ثالث من دون اثنين، ما دام فزنا مع اليوم مرتين سنفوز. كان جد متفائل في البلاطو. وكرة ثابتة لصالح الياسين ابراهيمي ولا ثالث دون اثنين في الأهداف الآن. ياسين ابراهيمي في تنفيذ المخالفة ولكن الكرة العالية حاضر جدا المنتخب التونسي في الكرة العالية. كل الكرات خذاها يعني حتى ما فيش تنويع في الفتحات من ابراهيمي ومحرز. ماذا يفعل ابراهيمي؟ ماذا يفعل الفنان؟ يقدم كرة ليا هدف سار. هدف سار للمنتخب الجزائري. هو موقع الهدف الثالث للمنتخب الجزائري. ينفجر محارب الصحراء كريم في ملعب مصطفى شاكر ويضيفنا الثالث هنا. نعم هشام ثالث الاهداف. بوركيف يقول سندخل فيري طابل فيزاج. هذا هو الوجه الحقيقي ولكن دعنا يا هشام نستمتع. ماذا فعل الساحر؟ ماذا فعل الساحر ياسين ابراهيمي؟ راوغ والكرة بين قدمي المدافع الطنزاني. بعد ذلك انطلق غلام وقال له غلام كيف لي ان اضيع ما فعله ياسين ابراهيمي. ولما وصلت الى رياض محرز قال حرام علي اني احرم الجمهور الجزائري من الاستمتاع بهذه السيمفونية. فكانت المتعة والفرجة وكان الإبداع من محارب الصحراء. هدف جميل جدا كريم. يعني لقطة من إبراهيمي روعة في المراوغة. طلب الكرة غلام على الجهة اليسرى ناحية فتحة في الأرض ناحية محرز. يعني محرز عودنا الأهداف في إنجلترا بالشيء هذا، يعني بالرجل اليسرى ما خلى ولا فرصة للحارس أنه يلتقط الكرة. وهدف جميل جدا. نظن هذه الصورة يعني تاع الفريق الوطني اليوم. فريق يقول لم أموت بعد، لم أنهار، لازلت قادر على إسعادكم. هذه الرسالة الواضحة من هؤلاء اللاعبين رغم كل الضغط الذي عانوا منه طيلة ربما شهر منذ الوديتين بملعب 5 جويلية. الضغط كان رهيب جدا عليهم ولكن هنا تظهر قوة الشخصية، هنا تظهر المهارة، وهنا يظهر اللاعب الكبير. اللاعب الكبير هو اللي يقدر على فك الشفرة في الفترة الصعبة، في المباراة المصيرية، في المباراة التي لا يسمح بها بالأخطاء. هنا يبان اللاعب وليس في المباراة العادية التي لا يوجد فيها الضغط. هنا يعني تشوف باللي اللاعبين من ناحية البسيكولوجية كما تكلمت كريم تخلصوا من هذاك الضغط. هذاك فريق اليوم هاي الإعادة شوف بدون ترويض محرز بالرجل اليسرى ما خلى ولا وقت. شوف هنا حتى التمرير، شوف كيف رفع راسه غلام، كيف قدم له يعني على طبق. شوف هنا لما كان يمشي بالكرة، شوف طلب الكرة من محرز هنا تصوير هنا طلب هذه الكرة مخدومة يعني في التدريبات يعني وفي وقت قاتل ودقيقتين سيضيفها الحكم الرابع. واليوم شاهدنا كريم ان النزعه الهجوميه من الظاهرين سواء من غلام ولا من زفان اعطت يعني الحلول للفريق الوطني. دقيقتين كوقت بدل ضايع. محارب الصحراء يقضون على حلم التنزاني في 45 دقيقه فقط. لم يتركوا لهم اي فرصه لا للمناوره ولا للمجازفه ولا للسسبنس. الضغط العالي اللي فرضه المنتخب الجزائري هو الذي جعلهم يلعبون هكذا. شاهدنا منتخب آخر
ومسلوب يذكرنا بالحسن. تبقى باجب كثيرا يا هشام بالحسن طبعا لانه منذ ان غاب لا توازن في خط وسط الميدان المنتخب الوطني. الكرة اذا لصالع المنتخب التنزاني ولكن يسترجع ياسين ابراهيم الساحر. الساحر ينطلق ماذا يريد؟ هل يريد الرابع؟ ولكن عودة الدفاع التنزاني في اخر لحظة. شوف اللقطة هذه لو يعدنا اللقطة كريم ان لما استلم الكرة ابراهيم يشوف حتى مسلوب راه في الناحية الهجومية راح للهجوم باش يسجل. يعني هنا تشوف بلي ان اللاعبين عندهم نزهة هجومية وتحروا نوعا ما لما سجلوا الاهداف تحروا يعني لعبوا بكل الامكانيات تاعهم. والحضور الدفاعي ايضا متواصل في دفاع المنتخب الجزائري. هنا الاعاده شوف هنا الكره تاع سليماني كانت ذكية. نوعا ما ذكيه. شوف مسلوب هنا كيف طلب الكره وهو معرز كانت بحاجه الى قوه اكبر كانت بالنسبه خفيفه الدوزاج. كان يقصد ابراهيمي في التمريره لكن يقصد ابراهيمي في التمريره لا كانت تقصد قصي هشام نوع من القوه الدوزاج كان ناقص والا وصلت لو مشات كريم كان يخرج ثلاثه محرز مسلوب وابراهيمي وجه لوجه. ربما ما ننساش الارضيه الصلبه في دار السلام. الأرضية مختلفة الآن هنا في ملعب مصطفى شاكير أصبحت عادت إلى عادة السابق بعد الإصلاحات التي شهدتها بالقروي الحاضر. حاضر ونهاية الشوط الأول بنتيجة 3 أهداف مقابل 0. نعم هشام كوتش أحسن سيناريو التسجيل في اللحظات الأولى وإنهاء الشوط الأول ب3 مقابل 0 حقيقة. نظن باللي أحسن شيء صدر هو يعني تسجيل الهدف في الدقيقة الأولى ثم الهدف الثاني يعني جاء بسرعه. نظن باللي الفريق راه يتحكم في المباراه. شكون فيكم ما راهوش حاب يجيب الفرحه لبلادو؟ شكون فيكم ما راهوش حاب يرفد اعلام بلادو؟ زاير بلادنا والخضره ديالنا وبليس الراعي الرسمي للفريق الوطني والاتحاديه الجزائريه لكره القدم. الفريق التنزاني يدخل في المقابله ولا ثقه تاع المقابله. نظن الفريق الوطني اليوم شاهدنا ان الشوط الاول ممتاز ممتاز جدا. هشام هل تحصلت على خبر بخصوص حاله واصابه نبيل بطال؟ كنت سابدا بها. سالنا اللاعب ما الذي اغضبك الى ذلك الحظ؟ قال سوء طالع تلقيت كدمه في نفس الاصابه القديمه لكن كل شيء مطمئن الى غايه الان الحمد لله. الخبر الثاني او المعلومه الثانيه هي الحاج محمد روراوه رئيس الاتحاد الجزائري نزل الى غرفه الملابس هنأ لاعبيه قال هكذا احب ولادي شكرا جزيلا على الوجه الذي قدمتموه. واصلوا بهذا الاداء في الشوط الثاني. ونحن في الشوط الثاني نريد اكثر متعه اكثر فرجه لما لا لملايين الجزائريين الذين يتابعون هذه المباراه معنا وكذلك للالاف الذين جاءوا من اجل مسانده المنتخب الجزائري. الصوره واضحه رياض محرز واسلام سليماني يتحدثون مع الحكم اليوم بخصوص التدخلات الخشنه. كوركوف لا يبتسم هشام حتى بعد تسجيل 3 أهداف. طبعه هكذا هو لا يتحدث كثيرا ولا يبتسم كثيرا. ربما مما يعاب علي كريبازا انه لا يتفاعل لا ينفعل هادئ بارد مثل الطبع الفرنسي الاوروبي. وهذا هو المدرب اللي هادئ شاهدنا انه ما يتفاعلش مع الاهداف ما يتفاعلش مع حتى التعليمات لما يمدهم للاعبين ما كانش تفاعل كثير. وهذا مدرب يعني هادئ هذا ما كان يعني مدرب هادئ. وحتى كريم ان المقابله مازال ما انتهتش باش تكون عنده الابتسامه. كريم سيكون هناك تغيير رقم 8 سياخذ رقم مكان رقم 9 من الجانب فريد موسى سيخرج سالوم تيليلا فعلا فعلا هكذا هو التغيير في صفوف المنتخب التنزاني. وايضا تغيير على مستوى حراسة المرمى الحارس الثاني سيكون البديل ايضا لهو عايشي سالوم. فعلا عايشي سالوم هو الذي يدخل مكان الحارس الاساسي مصطفى. لم يسخن جيدا كريم. يعني تريد ان تقول يجب على عناصر المنتخب الجزائري استغلال ذلك؟ لا اقول بانه المنتخب التنزاني
يعني غريب الوجه الذي يظهر به أوت تماما على مستوى على كل الأصعدة. يعني الحارس لم يسخن جيدا ثم لا يدخل يطلب تغييره في آخر لحظات يتأخر، شيء غريب جدا في آخر لحظة من دون حركة إحمائية. نعم يجري المساعد المدرب وأيضا مدرب الحراس في كل صوب، يعني اختلطت عليه الأمور كثيرا المنتخب. وحتى هشام حتى التغيير يعني من ضمن وسط ميدان او مدافع بمهاجم، لان الفريق ما تنساش ان الفريق التنزاني راح يلعب 10 لاعبين، وهذا هو المشكل، يعني ان المدرب خاف يعني من النتيجة الثقيلة فعلا. اذا بعد لحظات من الان هذا هو التغيير الذي كنتما تتحدثان عنه بدخول الحارس ايشي سالوم من اجل اعطاء اكثر ربما قوة لدفاعه بعدما تلقى علي مصطفى ثلاث اهداف كاملة، وأي اهداف، ثلاث اهداف جميلة. اذا ضربة الانطلاقة بعد لحظات، صمت يعود الى الخلف، صمت الذي لم نراه الحاضر الغائب في هذه المباراة، ومنذ الوهلة الاولى نفس الطريقة نفس الانتشار الاعتماد على الضغط العالي، ولو انه بدنيا لا ندري اذا كان بامكان لاعبي المنتخب الجزائري مواصله الشوط الثاني بهذا الريتم بالنظر الى العوده من تنزانيا والرحله ذهابا وايابا 16 ساعه في السماء قضتها العناصر الوطنيه في الاربعه ايام الاخيره. وحتى المنتخب التنزاني تهاوى في 30 دقيقه الاخيره من المباراه السابقه. فعلا الكرة إذا لصالح المنتخب الجزائري، رياض محرز تعود لرياض، كان من جاني لم تصله الكرة إلى عيسى ماندي، رئيس وهاب بن بلحي طويلة منه أمامية من رئيس وهاب بن بلحي تصل سهلة إلى الحارس أيشي سالوم. كيفن باتريك العودة إلى الخلف، المنتخب التنزاني يوجد صعوبة في إخراج الكرة من منطقته، خمس لاعبين في منطقة المنتخب التنزاني. هاي الصورة الأولوية اللي كنت تتحدث عليها سامي الخاصة بالتواجد الكثيف لعناصر المنتخب الجزائري في منطقة المنتخب التنزاني لما تكون شاطع ناكري بصر. ست لاعبين في منطقة التنزاني لما تكون كوراني. يعني ما خلاوش، يعني تكلمنا كريم في الشوط الأول أن الكرة الأولى كانت الفريق الوطني يقطعها، يعني ما تكونش بسهوله للوسط ميدان، وهذا اللي وجد صعوبه فريق التنزاني. وتكلمنا في الشوط الاول نفس الطريقه دخل بها فريق الوطني، الشوط الثاني عكس فريق التنزاني اللي دخل باربعه اربعه واحد يعني وناقص لاعب في الشوط الثاني. رياض محرز بحث عن المراوغه، ذهبت الى زفان، عادت الى رياض، ولكن التغطيه الدفاعيه حاضره. الخطا العرقله، ضربه جزاء لصالح المنتخب الجزائري بعد عرقله رياض محرز يعرقل، والإنذار، هل هي البطاقة الحمراء؟ هل عنده إنذار؟ البطاقة الحمراء أعتقد نعم. الخمس اللاعب رقم خمسة ما لا 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 ما عندوش لا ما عندوش لا قدمت اللاعب رقم 13 في صفوف المنتخب التنزاني كنت أعتقد. والسليماني سينفذ الركلة، اسلام سليماني، الكل يهتف بحياة اسلام سليماني، وطلبها غلام غير ان ابراهيمي قال له دع اسلام، دع اسلام. اسلام يبحث عن رقم مهم يا هشام، يريد ان يلتحق بتاج بن سولة في ترتيب كريم. نعم في ترتيب احسن هداف المنتخب الجزائري. محرز مباراة المنتخب الجزائري صنع الحدث في انجلترا قبل اسبوعين، ليس بتمريرته الحاسمة ولكن ب اللفتة الطيبة والأخلاق العالية عندما منح فاردي هداف دوري إنجليزي لينفذ الركلة، رغم أنه المكلف بتنفيذ ركلة الجزاء في فريقه. والمكلف اليوم هذه الليلة إسلام سليماني، السوبر سليماني الذي أنقذنا في مباراة الذهاب، الذي يصنع فرح سبورتينغ لشبونة البرتغالي. يتقدم إسلام الرابع للمنتخب الجزائري، والإسلام السليماني الذي يضيف هدف آخر إلى أهدافه الكثيرة، والرقم تعرف إلى أين وصل هشام. الهدف يعني 19 والهدف الثالث في ظرف ثلاث أيام بالرجل.
ومن كرة ثابتة هذه المرة من إسلام السليماني. هذا رد على الشكوك. سعادة غامرة تصوروا في بنك الاحتياط، يعني فيه روح المجموعة. تحدثوا كثيرا عن روح المجموعة الغائبة، لكن في مثل هذه المباريات ترى روح المجموعة. الفرحة هشام ربما نتائج طيبة فعلا، ذاكرة إلى الشوتر الكارثي اللي لعبناه في دار السلام قبل المواجهة أمام تنزانيا، ما كناش متخوفين، ولكن بعد الذي حدث في الشوط الأول عشنا 45 دقيقة من الرعب، إن سعادة التعبير، من الخوف. كنا قادرين تلقوا 4-5 أهداف، ولكن اليوم سيناريو آخر. أثبت رجال الجزائر بأنهم قادرين على مواصلة إسعاد ملايين الجزائريين، واليوم يبحثون عن أول انتصار ب5 أهداف هنا في ملعب مصطفى شاكر. في ملعب مصطفى شاكر هشام لم ينازم المنتخب الجزائري أبدا، سجل ولكنه لم يسجل أكثر من 4 أهداف في مباراة واحدة. يعني اليوم لو يسجل هدف الخامس سيكون أول مرة المنتخب الجزائري يسجل 5 أهداف هنا في ملعب مصطفى شاكر بالبوليدة. حتى كريم راح يكون أكثر من 5 أهداف في هذا الشوط. لما لا؟ الأرقام مهمة للاعبين، للمنتخب، ولأشياء كثيرة، ومن ناحية المعنوية ومن ناحية الثقة أيضا. الآن المنتخب الجزائري يقدم مباراة استعراضية لأنصار الحاضرين هنا والذين يتفاعلون معهم، وانطلق من هناك زفان، ولكن الكرة تقطع في نهاية المطاف من حامد مايوكاوي بقوة قديرة. طبعا كوديورا يريد ان يفرض نفسه والاخر في التشكيله، وحتى التغطيه كريم لما الكره طلبها غلام، لما ضيعت المدافع استلم الكره كانت تغطيه جميله من لاعب كوديورا. كارل مجاني امامه عصام اندي، فوزي غلام، كارل مجاني، غلام بعث عن اسلام سليماني، ولكن الكرة مقطوعة من نادر أروب. عودة من التسلل لصالح المنتخب الجزائري. الإعادة لضربة الجزاء التي كان وراءها رياض معرز، والتنفيذ كان من اسلام سليماني. حذاري من الإصابات، انه ربما نزع لا ادري كيف اسميها من عناصر المنتخب التنزاني، ربما لا يتقبلون هذه الهزيمه الثقيله، قد يردون بتدخلات خشنه، لذلك خاصه ياسين ابراهيم، ولو انه النصيحه لا تفيد مع ياسين ابراهيم. حتى كريم الفريق الوطني مطالب بالتسيير بذكاء الشوط الثاني، فريق متفوق 4-0، يعني تنويع في اللعب، الكره القصيره، ويروحوا يعني في هجمات وراء دفاع لان يعني يتفادوا الاحتكاك مع لاعبي فريق التنزاني اللي راهم يستغلوا في الخشونه بس استرجاع الكره. بامكان الجميع ان يتفادى ذلك الا ياسين ابراهيم. نظن نتمنى ان ياسين ابراهيم لما يستلم الكره في العشرين متر الاخيره تكون يعني الهجمات المراوغه والهجمات وليس في وسط الميدان، وليس في وسط الميدان ولا بعد 40 متر. هذا هو المراوغه لما تقتضي الضروره ان صح هذا التعبير. شاهدنا ان ضربه جزاء كريم ان كان فيه ضغط من المحرز ومشى بالكره في منطقه العمليات وجاب الضربه جزاء. هنا مطالبين بالاحتفاظ بالكره المهاجمين في منطقه فريق الطنزان. تتعالى الهزيج فوق مدرجات ملعب مصطفى شاكر. السعادة تغمر آلاف الحاضرين هنا وملايين الجزائريين، والكرة تصل الآن إلى غلام. غلام العودة إلى الخلف إلى مسلوب إلى عدلان قديورة، ياسين إبراهيمي من دون مراوغة هذه المرة، تعود لي الكرة، يغير الجناح إلى رياض محرز، قصيرة وضعيفة هذه الكرة، وتضيع وتحول إلى هجمة معاكسة لصالح المنتخب التنزاني. محاولة التسديد من بعيد ولكنها تصطدم بالقروي، وتبقى وبالقروي يبقى يسارع ويتمكن من التفوق في هذه الكرة العالية الهوائية، ولكن للحظات فقط أنها تسترجع من قبل التنزانيين. التسديدة ضعيفة سهلة بين أحضان الحارس رايس وبنبولعي،
هل سيكون بالقروي بوقرة الجديد؟ بحاجة لمزيد من المباريات، بحاجة إلى الثقة، وبحاجة إلى عدم التغيير. إسعد التعبير، يجب أن نبقى بلاعبين في المحور، لا نغيرهما لفترة من الفترات، ولو أنه توليفة التوليفة، ولو أني لسوء الحظ ليس هناك أي تاريخ فيفا إلى غاية شهر مارس، يعني المنتخب غير معني بأي مباراة إلى غاية هذه الفترة، وبعد ذلك إقصائيات كأس العالم ستبدأ في شهر ديسمبر عام 2016، يعني الإقصائيات هذه لن تستمر بعد هذه الانطلاقة. الانطلاقة لصالح المنتخب الجزائري والخامس يضيع. قلت بأن الإقصائيات في كأس العالم ستنطلق في شهر ديسمبر في لداء 2016، يعني بعد عام من الآن. مخالفة يستفيد منها الفريق التنزاني، وذي عادة لتوزيعة زفة ناحية مسلوب الذي دار وسدد، ولكن كان حاضرا الحارس أيشي سالوم وتصدى لهذه الكرة. المنتخب التنزاني يحاول على الاقل تسجيل هدف الشرف، يعني بدا يتقدم نوعا ما للهجوم يعني، ولكنه تاخر. انطلاقه من ياسين ابراهيمي، ثلاث مهاجمين امام مدافعين، واني لم تمر هذه الكره، لم تمر، مع ذلك لا زال يواصل، لا زال يبحث عن المسانده، تاتي من ياسين ابراهيمي. يلعبها ثنائيه مع مسلوب، مسلوب امام ياسين ابراهيمي، الخامس يا ياسين، ضربه جزاء. لا لا ما شافش الحارس كيخرج، يعني ما شافوش، اراد ان يراوغ وبعد ذلك يسدد. قفز كالقط طبعا في هذا كان ذكي، كان ذكي الحارس. تعلم. حتى لقطه جميله كريم، يعني شاهدنا لقطه بين مسلوب وسليماني وابراهيم، يعني تبادل تقاطع في دفاع الفريق التنزاني، وهذا خلى ان مساحه كبيره في دفاع الفريق التنزاني، خرج وجها لوجه، ما شافش الحارس كيخرج. نظن نتمنى ان تكون اللقطه الزوجه تكون يعني نوعا ما تكون مليحه ويكون الهدف الخامس. ما يزال الوقت مبكرا، سياتي الهدف الخامس. المهم في كل هذا ان المنتخب الجزائري استرجع وجهه الحقيقي. ربما البعض يقول يجب ان نغتر بهذا الانتصار، ربما يقول البعض بانه منتخب تنزاني، البعض قد يقول بانه دور المجموعات سيكون اقوى، طبعا هذه الامور كلها معروفه، ولكن الاهم في كل هذا هو انك تسترجع الثقه في النفس، انك تسترجع نشوه الانتصارات، انك تبتعد عن الضغط، لانه الهزائم والتعثرات تجلب المشاكل في غرف الملابس، تجلب المشاكل في المجموعه، تجلب المشاكل للمدرب، والانتصارات تعطي الحيويه، وحتى لما يكون مشكل الكل ينسى ذلك المشكل، انتصارات تنسيك في المشاكل، تنسيك في الضغط، بدليل هشام ان الجمهور منذ لحظات كان يطالب ببقاء كوركوف. كره القدم هي هكذا غريبه باطوارها، باشياء الخاصه، ولكن هي حلاوتها. وانطلاقه نحو الخامس، انطلاقه نحو الخامس، الخامس يا اليوم يا سيدي الحكم، لا تريد ضربه الجزاء الثانيه، اردتها وفعلا هي ضربه الجزاء الثانيه، ضربة الجزاء الثانية للمنتخب الجزائري. أعلن عنها الحكم المساعد. اليوم لم يعلن عليها. لا. لم يعلن عنها. وحتى كريم أن النزعة الهجومية تاع مجاني كان طلب الكرة. خلينا نسمع الجمهور الكريبازا، بمن يطالب؟ بولهي. غريبة كرة القدم. بعد بولحي يطالبون بولحي بيده، بعد ما كنا متخوفين، بعد ما عشنا 45 دقيقة من القلق والرعب في دار السلام، الآن تخلصنا من كل الهواجس، ولكن أعتقد الآن الأفضل أن نمنحها لإسلام سليماني. لا، حتى غلام يواصل. غلام غلام يبحث عن الثنائية اليوم. أنا كنت نتمنى أنه يسجل سليماني يعني، لأنه هو الآخر رشيد غزال، وحتى يكون كريم أن الاختصاصي فيك لازم يكون اللي يسدد الأول، هو اللي يسدد ضربة. يلا المهم نريد الخامس لأول مرة هنا في ملعب مصطفى شاكير بالبوليدة. فزنا بالثلاثيات، فزنا بالرباعيات، فزنا بالثنائيات، هل سنفوز بالخماسية؟ الخماسية تأتي بقدم، فوز غلام، ثنائية وخماسية اليوم هنا في ملعب مصطفى شاكير، يسجدون لله. شكرا وشكرا طبعا بعد كل الذي مروا به، خمسة أهداف
الأرقام تتهاطل وتسقط هنا هشام في ملعب مصطفى شاكر بالبوليدة لأول مرة كريباس. ولكن شوف الروعة الطريقة اللي نفذ بها لما تكون متفوق مرتاح بأربعة قادر تفنن في ضربة الجزاء تفنن وتكون عندك قاعد ثقة يعني تسجيل حتى الحارس التنزاني ما خلاوهاش حتى الوقت باش يدير تسخين يعني نعم وغوركيف يطلب من إبراهيمي الهدوء لأنه سيخرج ويدخل مكانه رشيد غزال يقول له اهدأ حذاري وارتح نعم طبعا نحن نحاول حماية لاعبه طبعا نحن طماعين نريد أن نستمتع أكثر بفنيات ياسين إبراهيمي ولكن حمايته عائد من إصابة عائد من إصابة حمايته والحفاظ عليه أيضا أكثر من ضروري وأهم عنده رابطة الأبطال أيضا طبعا وهو الذي ترك فراغ رهيب في مباراة الذهاب 5 أهداف مقابل 0 أجمل سيناريو كريباز ما كناش نتوقع 5 ما كناش نتوقعوا 5 يعني حتى المردود اللي خوفنا به الفريق الوطني في مرحلة الذهاب لكن اليوم بداية حتى تغيير السيستم كريم أعطى ثماره وانطلاقة يا كريباز كأنهم يريدون السادس كأنهم يريدون السادس ومخالفة لصالح المنتخب الجزائري ولغلام مرة أخرى محرز محرز وغلام محرز هو اللي راح مباشر يريد ان يسجل محرز الثالث ثلاثيه الهاتريك شوف هذه الصوره بين بالجاني وبالطالب لا لا محرز مجاني يتكلم انا اغلب عتب الافتزاز يعني كانت هناك لقطه طريفه بين مجاني القائد وغوركيف غوركيف اقترب منه قال له كلاما لم نستطع ان نسمعه لانه الجماهير كانت تهتف بقوه حتى انه ابتسم بطريقة عجيبة كارلو كارل غريب نادرا ما يبتسم لما تفوز بـ5 تبتسم يا شباب ما تبتسم ننتظر فقط ابتسامة غوركيف هل يبتسم يا سامي كشرون يجب أن نتابعه جيدا كريم أنا أتوقع أنه سيفجر مفاجأة في الندوة الصحفية التي ستكون على المباشر طبعا ستكون على المباشر مع الأستاذ التحليلي وزميلنا سامي نور الدين وكل محللي القسم الرياضي قبل ذلك هذه الكرة الثابتة للرياض وإلى الركنية طبعا كلام كثير سمعناه ولكن إشارة اجتماع للمكتب الفيدرالي غدا والأمور الرسمية ستكون هناك في ذاك الاجتماع حسب المعلومات المتوفرة لدينا ومع ذلك سنبقى نتابع الندوة الصحفية التي قلنا بأنها ستكون على المباشر عبر تلفزيون الجزائري في الاستوديو التحليلي الذي سيتواصل معكم خلال هذه السهرة ولو أن الاستوديو هذه المرة سيكون بنبرة تفاؤلية وبالكثير من الفرح بعد الضغط الذي عشناه في المباراة الذهاب ماذا يطالب به لاعب تنزانيا؟ اعتداء يقول أنه في اعتداء بالمرفق طبعا هي امور واضحه سينذر اسلام سليماني لا نعم نعم اسلام سليماني واسلام سليماني يقول لست انا سامي لا ادري اذا كان لدينا الصوره وايضا حتى اللاعب رقم 13 يقول بانه كارل هل بطاقتين او بطاقه واحده بطاقه واحده لكارل سنرى لما يسجل كارل لكارل فعلا اذا لن يسجل لم يمنحها لاسلام سليماني ومنحها لكارل مجاني هنا السؤال هنا كريم انا ما يردوش على الاستفزازات المدافع هنا الفريق راه متفوق هذو يعني البطاقه الاولى تاع بن طالب يعني في الشوط الاول وهذه البطاقه الثانيه يعني ما بطاقات مجانيه هذا هو المشكل هنا يعني هنا لازم يكون تركيز من الفريق الوطني من لاعبي الفريق الوطني يكونوا مركزين وما يردوش على الافتزازات الفريق التنزاني لان البطاقه تاع بن طالب او والبطاقة مجانية أمامكم كارل مجاني يعود إلى الدور الذي لعبه مع المدرب ألي لوزيتش في فترة ما الأمور هادئة الآن وانطلاقة أخرى لصالح المنتخب الجزائري الانطلاقة مادي زفان من هناك مادي يبحث عن المراوغة
يحتفظ بالكرة أمام ثلاث لاعبين يضيع هذه الكرة، أو رياض محرز هو اللي يضيع هذه الكرة. كان يبحث عن المراوغة والانطلاقة، مازال عناصر منتخب الجزائر تضغط على حامل الكرة في منطقة بضغط عالي مفاجئ بالنظر إلى التخوف من الاسترجاع والتخوف من الكرة. إذن لصالع المنتخب التنزاني دائما في الوسط وفي مخالفة، مخالفة لتوماس موينغ. سنشاهد سامي اللقطة الخاصة ب اللي تلقى بسببها مجانك. فعلا مراوغة سماطة فعلا، هاي الإعادة يستحق البطاقة الصفراء ومجانية. هاي الصورة واضحة ومجانية هكذا فقط. بلحي يحافظ على التركيز، يريد الحفاظ على عذرية الشباك وهو العائد إلى مرماه بعد غياب طويل. وابراهيمي يطلب التغيير الآن، قال الآن وقت التغيير. صمت إذن، لم يفعل شيئا في هذه المباراة، يريد أن يتدارك بكرة ثابتة. يأخذ كامل وقته في تنفيذ هذه المخالفة وهذه الكرة الثابتة، تسديدة قوية وجانبية. حتى كريم الوجه اللي ظهر به في مقابلة الذهاب اليوم غائب تماما من اللاعب سماطة، يعني ما شاهدناش لأن الفريق الوطني ليس سماطة فقط، الكل الكل وحتى سماطة يعني سرعته ما شفناهاش اليوم، لأن الفريق الوطني كان من الناحية الدفاعية سواء في الدفاع أو وسط الميدان كان يضغط على حامل الكرة، ما خلاوش ان الكرة تلحق للاعب صمت. صمت اذا كان شيء يندم عليه وتضييعه لهدف امام مرمى شاغر في مباراة الذهاب، هدفين خاصة تلك التي كان المرمى فيها شاغر وحده. وياسين ابراهيم يراوغ في اخر المراوغات قبل ان يترك مكانه لرشيد غزال. الجمهور ياسين ابراهيم إذن يخرج تحت أهازيج وتصفيقة الجمهور الحاضر هنا السعيد بانتصار المنتخب الجزائري بخمسة أهداف كما قلنا لأول مرة هنا في ملعب مصطفى شاكر بالبوليدة. يفوز المنتخب الجزائري بخمسة أهداف كاملة. إبداعات رياض محرز تتواصل، خرج فنان ولكن نزال هناك فنان آخر اسمه رياض محرز بمراوغاته السائرة والكرة والسادس يضيع. السادس يضيع. سليماني يريد ثنائي اليوم، حتى مسلوب يعني كريم شوف اللقطة هنا بالعاقب لسليماني، ذكي في اللعب مسلوب، يعني وسط الميدان لاعب اللي ما يظهرش كثير لكن في ذكي في التمريرات حتى في تغيير الكرة من اليمين الى اليسار، عند لعب يعني عنده النزعة هجومية جميلة. غلام بالقروي، عيسى ماندي، ناعية مهدي زفان، مهدي زفان لعتان قديورة، الاحتفاظ بالكرة والعودة من الرياض إلى الخلف إلى بالقروي، كارل مجاني، ماندي. بالقروي مرة أخرى، عيسى ماندي. وإبراهيم يقول لغلام هل غيرت المنصب أبو سونتر الآن؟ راشد غزال في أول كرة ضيع أمام ثلاث مدافعين، شوف الاسترجاع والمخالفة من بالقروي. الخطأ كان من بالقروي، يعود بسرعة إلى مكانه.
للحفاظ على عذرية شباك المنتخب الجزائري قبل 22 دقيقة بداية المباراة. الأمور حسمت، المنتخب الجزائري يتأهل إلى دور المجموعات إلى جانب عمالقة القارة السمراء الذين ضمنوا تأشيرة التأهل. وسيكون المشوار صعب طويل وشاق للمرور والتأهل لثالث مرة على التوالي إلى نهائيات كأس العالم بروسيا. الحفاظ على تقاليد التواجد في هذه المنافسة العالية في كل مرة وفي كل نسخة. يا سلام يا سلام يا سلام على طريقة الترويح. لا أدري كيف روضها سكوتش فيرجن بطريقة ساحرة. سامي خلينا نعود نشاهد الطريقة ترويح. الطريقة اللي روض بها ريان. يلا شوف هاي من يعني من ناحية تقنية لاعب عنده مستوى عالي، يعني لاعب محرز روي يتألق من المقابلة المقابلة، يعني إضافة كبيرة للفريق الوطني. وهذا ذلك اللي حدثنا عن المراوغة على الترويض. الترويض يعني على طريقة زيدان، يعني ما كان بدون تعليق يعني. إذن العشرين دقيقة الأخيرة من عمر هذه المباراة، 5-0 لصالح المنتخب التنزاني. الطريق مفتوح إذن إلى دور المجموعات، والمنتخب الجزائري الآن يبحث عن السادس. ربما ستكون أثقل نتيجة في تاريخ هذا الجيل. رياض معرز يطلق، رياض وإلى الركنية. الحنين يراود الأنصار إلى الزمن الجميل. وأغنية من التراث يا الولاد جيبوها ديروا حالها. طبعا الأغنية التي صادق جمعاوي تحية كبيرة لهذا الفنان الملتزم الرائع والتي ارتبطت بجيل الثمانينات. ضرب الجزاء الثاني أول سادس السلادة. لا 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 يضيع الهدف السادس بأعجوبة. الحكم اليوم يرفض الإعلان عن ضربة جزاء، والحارس البديل أيشي سالونغ يقود الهدف السادس. الأولى كانت من قديورة والثانية من ماندي. الكل يريد أن يسجل في هذه المباراة، ولكن الحارس الاحتياطي أيشي سالونغ أنقذ مرماه من هدف سادس. الهدف السادس يأتي من كارل مجاني. الأرقام تتعاطل هنا في ملعب مصطفى شاكر. ينتفضون وينفجرون بطريقة لم يتوقع أشد المتفائلين. دوخة يقول الأمطار في شاكر. فعلا الأهداف تتعاطل مثلما تتعاطل الأمطار. لأول مرة تسجل 6 أهداف بكل الطرق كريم. ضربة جزاء، لقطة ثلاثية، ركنية. يعني اليوم الفريق الوطني سجل بكل يعني أداء هجومي متنوع. مدام زميلنا عبد الرزاق رمضان يتابع معنا المباراة ويقدمنا الأرقام. بإمكانه أن يقدمنا آخر مباراة سجلنا فيها 6 أهداف، ولكن سيضطر العودة كثيرا إلى الوراء إلى الخلف حتى يكون جيل الثمانينات هو من فعل ذلك. فعلا 6 أهداف ربما ما نتذكره هكذا فقط بسرعة. 5-1 أمام نيجيريا في افتتاح نهائيات كأس أمم إفريقيا بملعب 5 جويليا. منذ تلك 4-2 أمام المغرب في المغرب، 4-0 أمام المغرب في المغرب، 4-1 في تونس أمام تونس، 5-1 في المغرب، 5-1 في المغرب، 5-1 ولكن 6 في سنة الثمانينات. ربما سنتحصل على المعلومة. المهم اليوم فاجأتنا هذه الأرقام، ستعيدنا حتما إلى الزمن الجميل للكرة الجزائرية. غوركوف هشام 6 ولا يبتسم. نعم قلنا لكم أنه بارد أوروبي هذا طبعه.
نظر راح يبتسم بعد صفارة الحكم يا هشام. وكرة ثابتة، انهار المنتخب التونزاني تماماً. انهار تماما واستسلم للأمر الواقع. قل التدخلات الخطيرة خوفا من بطاقة حمراء أخرى وخوفا من المهزلة من جانب المنتخب التونزاني في حالة الطرد. هذا هو المدرب الذي تكلم وقال وتحدى، ولكن في نهاية المطاف اليوم يخسر. كريم فزنا على فولطا العليا في بفضل جيل الثمانينات بسبعة واحد. يلا يعني اليوم لو يسجلون الهدف السابع سيحطمون ذاك الرقم، ولا ولو أن الفارق الآن ست أهداف لأن فولطا العليا سجلت علينا هدفنا ذاك السابع. ممكن سابع الأهداف في هذه المباراة. ماذا يحدث؟ ماذا يحدث في ملعب مصطفى شاكر؟ قال الدين دوخة الهدف. دقيقة. ياسين إبراهيمي جولي سبيكتاكل. واي بيان سور سي فري كو Alhamdulillah, on a très très bien commencé le match. Je pense que c'était la chose la plus importante de les mettre directement sous pression, de marquer le plus rapidement possible. Alhamdulillah, c'est ce qu'on a fait. Voilà, maintenant il y a 7-0. Je pense qu'il faut continuer à jouer. Voilà, faut pas la confiance, c'est bon. Ouais, bien sûr, ouais, c'est un match qui va nous permettre d'avoir plus de confiance, de pouvoir respirer. Voilà, et on a démontré un grand match ce soir, du beau jeu pour notre peuple. Et j'espère qu'ils sont fiers de nous. Et voilà, et on a montré aujourd'hui qu'avec le staff technique, avec tous les joueurs, qu'on était une grande équipe. Inch'Allah, ça continuera. Merci. Je fais avec. طبعا الإصابة خفيفة. طبعا تحياتنا لياسين إبراهيمي فنان المنتخب الجزائري، وقد يبحث عن الرقم 8 بعد لحظات هشام. كل شيء ممكن في ربع ساعة الأخير من هذه المباراة التي تحولت إلى مباراة أهداف، مباراة استعراضية بالطريقة مميزة أسعدتنا. كريم حتى 75 دقيقة ولا فرصة واحدة للفريق التنزاني في الشوط الأول بعد يعني خطأ من الحارس بولحي، ما عاد هذاك الخطأ ما كان ولا فرصة للفريق التنزاني للتسجيل. وبودبو سيأخذ مكانه، مكان مسلوب وليد بالقروي، متألق رائع جدا. وانطلاقة من غلام، البحث عن ثامن الأهداف، البحث عن الهدف الثامن إلى الركنية. يبدو هشام أننا سنبحث في التاريخ أيضا عن رقم 8. أظن لو يسجل الهدف الثامن راح تكون مباراة استثنائية تاريخية للمنتخب الجزائري. لا انتقادات مجددة. لا هشام يعني لا يجب أن نقطع، يعني يا المشوار لا زال طويل شاق. عمالقة القارة تآلوا، حتى مهم جدا من ناحية الثقة. مهم جدا كريم، وحتى ثلاث أشهر حتى الفورمة تاع اللاعبين راح تكون في المستوى تعود، ويكون يعني أكثر يعني فريق الوطني بوجه ممتاز في الأشهر الجاية إن شاء الله. يا كريم عمالقة القارة، نحن في التصنيف الأول مع العمالقة كريم، لا تنسى الثاني ذلك. الثاني الآن الثاني، تراجعنا إلى المركز الثاني هشام. سنعود. طبعا رسالة SMS من المدرب نور الدين سعدي، وكأن الكلام الذي قاله لما نزل ضيفا في التلفزيون الجزائري يتأكد اليوم. طبعا تحياتنا لهذا المدرب الذي كان ساهم في تتويج المنتخب الجزائري بكأس أمم إفريقيا 1990، كان أيضا مع المنتخب الجزائري عام 1986 من بين الإطارات المميزة في الكرة الجزائرية، رفقة المرحومين مراد عبد الوهاب ربي يرحمه، وأيضا في الجزائر عبد الحميد كرمالي فقيدا الكرة القدم الجزائرية، الذين الشيخ عبد الحميد كرمالي ايضا كان وراء كاس الافرو اسيويه الاولى والاخيره في تاريخ الكره الجزائريه لما فزنا على المنتخب الايراني هدف بن حليمه في ملعب 5 جويليا بركنيه من رابح ماجير. في الذهاب انهزمت الفريق الوطني 2-1، وفي العوده فزنا بهدف مقابل 0. راسيه بن حليمه صح، ولو انه هذا الجيل فعلا في ملعب 5 جويليا، ولو انه هذا الجيل والهدف المسجل كريم في ايران هدف العزيزي فعلا ولو ان هذا الجيل
تنقصه التتويج بكأس أمم إفريقيا. وهذا اللي ما نتمناه أنا، يعني الفريق عنده كل المواصفات باش يكون يعني من أحسن الفرق في إفريقيا، وبداية من هذا يعني المقابلات هذو أن نبني فريق قوي لي يكون في الفريق. وكرة ثابتة لصالع المنتخب الجزائري للتماسة، تأهل مرتين إلى كأس العالم، تأهل إلى الدور الثاني لأول مرة، ولكن إفريقيا تبقى حكاية إفريقيا صعبة ومعقدة بظروفها المناخية بأسرارها وبالشفرة المعقدة التي تحتاج إلى الكثير من الإرادة، للكثير من التحدي، وإلى الحظ أيضا حتى نفك شفرة القارة السمراء ونفوز بكأس أمم إفريقيا. عادلين قديورة اليوم، اليوم ماندي أحسن فعلا، ولو أن المنتخب بعد هذه التوزيعة والعارس تصور التلع. تصور ماذا يلقب في المنتخب من طرف زملائه؟ نعم نشا روبوكوب. للطرفة فقط، للطرفة. الآن التغيير سيكون بوز رياض مكان وليد مسلوب، يعني أنه رياض استرجع إمكانياته أو تماثل للشفاء من الإصابة في انتظار أن يسترجع كامل إمكانياته. حتى استراتيجية المدرب كريم، يعني عودته من الإصابة 10 دقائق الأخيرة نظن تكون إمكانية أنه عودته في المنافسة. لم يلعب في المدة الأخيرة مع المنتخب الجزائري، لذلك دخوله في المجموعة مهم. سليماني خلاه حتى يواصل تحطيم الأرقام. المراوغة، انطلق رياض، تفنن رياض، احتفظ رياض بالكرة وزع في القائمة الثاني والثامن يضيع. الثامن يضيع من رشيد غزال. ريال بوتبوز مكان مسلوب اللي قدم مردود مميز. مسلوب في المدافع تكلمت عليه كريم ان اللعب هذا ما يبانش، يعني ما يمكنش عنده يعني، لكن يعمل كبير، عمل كبير عمله اليوم في المقابل. لاعب اللي يعرف يلعب الكره، يعرف يعني يغير الكره من مكان الى مكان، يعني اضافه في وسط ميدان الفريق الوطني. لعب وليد مسلوب في سن 30 يقدم الإضافة إلى المنتخب. صحيح، وحتى التجربة مهمة جدا، وقال بأن اللاعب في سن 28 سنة نضج الكروي. هذا هو يعني السن اللي نضج تاع اللاعب. الآن هذا المنتخب حطم كل الأرقام، أرقام تنصف غوركيف، مثل ما قال زميل طبعا هيكل قاسمي، قال بأنه جيل الثمانينات هو من حقق أكبر نتيجة، 7-1، الآن 7-0، وصاحب أكثر عدد من الفوز. يعني كريم الأرقام تنصف غوركيف هجوميا ودفاعيا وحتى في عدد حالة الفوز. وانطلاقة أخرى لصالح المنتخب التونزاني أو لصالح المنتخب الجزائري، ولكن أبديع في الوسط مع صمتة. صمتة سيناء، صمتة تماما هذه المباراة. وركلية قليلة، الركلية الأولى لمنتخب التونزاني في الدقيقة 83 تعكس كل شيء، ولو أن الرقم 7-0 لا يحتاج إلى أي تعليق. صحيح، أداء ونتيجة، يعني الفريق الوطني حرم فريق التونزاني من حتى الظهر. كانت مباراة القلب، مباراة الرجال، مباراة رد الاعتبار، مباراة الكبرياء إن صح هذا التعبير. وحتى من حسن يعني الفريق الوطني أن المقابلة جات 3 أيام بعد المقابلة يعني الضعيفة، للأداء الضعيف اللي عملوا لاعبين الفريق الوطني. في الكواليس سألت أحد اللاعبين، قال بأنه العشب طبيعي كان يصل إلى الركبة في مباراة الذهاب. يعني خلاوه في افريقيا، وهذه هي يعني طبيعه الفرق الافريقيه،
يعني وعارف بلي الفريق الوطني من ناحية تقنية أحسن من الفريق التونساني، خلى العشب يعني طالع باش ما تكونش هذاك يعني الاحتفاظ بالكرة واللعب بسرعة في الهجوم. طبعا ربما ما عدا المنتخبات السنغالية والكاميرونية المتعودة والإيفوارية اللي في المدة الأخيرة اللي ما أصبح لها بها محترفين في أوروبا، أصبحوا هما يطالبون بأرضيات غير صلبة، هذا التعبير، أما البقية فأرضيتهم صلبة وتصعب على أي لاعب أن يقدم مردوده الجيد لما يكون مهاري. وعلى حتى الفريق اللي يصنع اللعب يعني ما يخليهش يعني دائما يدلوا في العشب، تكلمنا أنا حتى ما يرشوش بالماء باش تكون عنده صعوبات في التأقلم مع الكرة. الأمور إذن حسمت بسبعة أهداف مقابل صفر لصالح المنتخب الجزائري أمام المنتخب التونزاني الأثقل بالنسبة للمنتخب الجزائري. المراوغة ممتازة من رشيد غزال، يلعبها لغلام، غلام يراوغ، غلام يتوغى، الغلام أراد أن يسدد، يبحث عن ثلاثية في هذه المباراة. كارمجان يسعد يضغط هو الآخر، وصلت الضغط العالي في العشر في الخمس دقائق الأخيرة من المباراة، يعني التحضير البدني أعلى مستوى. شوف الضغط كريم، يعني دائما الكرة دائما تصل على المنتخب الجزائري لرياض محرز، يطلب سليمان، يا سليمان ماذا ضيعت يا سليمان، ماذا ضيعت يا إسلام، زلقت انزلقت على رأسي، عدم قراءة الكرة، يعني شوف تمريرة في المستوى من محرز، لم يصدق بهذا الضيع، لم يصدق حتى لابال، حتى لابال يعني تصوروا، أنا أشاهد جيدا اللقطة، مرر موقع جيدا ولكنه لم يسجل. في تفاهم كبير إسلام سليماني ورياض محرز وإبراهيمي وحتى سفيان ثغولي الغائب عن هذه المباراة. مواصفات المهاجم الكبير جدا في إسلام سليماني، لما تشاهد عن قرب ترى ذلك. خامس أغلى لاعب في سبورتين لشبونة، والرفض الصريح من إدارة الفريق تسريح للأندية الإنجليزية التي تريد، وشرط جزائي يصعب دفعه. حسب الصحيفة البرتغالية أبولا الشهيرة تقول بأنه قيمة سليماني في السوق أصبحت 20 مليون أورو. ابن عين البليان وشراقة لاعب شباب الوزداد يصل إلى 20 مليون أورو، حلم المشروع لكل لاعب المحلي. والكرة لصالح المنتخب بتنزل، لا لا يا رئيس، لا 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 لم تدخل، مهم جدا أن نحافظ على 7-0 للتاريخ، هذا الرقم الآن يلعبون للتاريخ، يلعبون لرقم جديد من أرقام هذا الجيل الذي قلت بأنه تأهل إلى نهاية كأس العالم، تأهل إلى الدور الثاني، ينقصه فقط التألق في نهاية كأس أمم إفريقيا، خاصة وأن اللاعبين يتطورون على مستوى نواديهم من سنة إلى أخرى، ولكن يبقى ما ينقصنا هو ثنائي قوي في المحور منسجم متكامل يعوض بوكرة وعنتر وحليش. نظن الوجه الطيب اللي ظهر به اليوم بالقروي يعطينا يعني المستقبل إن شاء الله يكون فيه خير إن شاء الله، باش يكون هو ينحي هذا التوزيع مشكلة على المحور. ولا ننسى بن سبعيني القادم أيضا. الكرة خطيرة لصالح المنتخب الجزائري، فرصة من أجل الثامن، لكن برتم أبطأ الآن مع نهاية المباراة، يطلب إسلام سليماني يفضل في القائمة الثانية من دون انتظار، يلا يا إسلام، الزاوية مغلقة، الزاوية مغلقة وتعود إلى رشيد غزال والآخر حتى دخل في المقابلة بسرعة، مرتاح مرتاح في أفضل ظروف ممكنة. أشم الهدف الثالث هي شمل اللاعب سليماني الهاتريك إن شاء الله، ثلاثية كريباز الهاتريك لما تكون أهداف متتالية، ثلاثية الهاتريك لما تسجلها متتالية، سليماني سجل هدف لما تكون مباشرة، يعني هدف مروة هدف آخر، التوزيع ببضع سنتيمترات فقط
كاد أن يسجل الهاتريك. طبعا في الاستوديو في استوديواتنا القادمة وفي برامجنا القادمة سنحسب عدد الفرص اللي خلقها المنتخب الجزائري ربما الأكثر في تاريخ المباريات على الأقل في العشر سنوات الأخيرة. نغيز يقول نحن الآن حطمنا الرقم القياسي. من حيث ماذا؟ السباعية المسجلة إلى حد الآن. الكرة تمشي دائما كما بدأت المباراة تتواصل بالنسبة لعناصر المنتخب الجزائري. سئن دقيقة تقريبا بنفس الرتم ما عدا اللحظات الأخيرة اللي تراجع نوعا ما، ولكن أمر طبيعي، ولكن بنفس الرتم بنفس الضغط العالي حتى التركيز بنفس الإصرار بنفس التركيز. قلما نرى منتخبنا ونوادينا تواصل الضغط وهي متفوقة بأربعة بخمسة بستة، يعني حتى الفريق قعد يعني بنفس الوتيرة تاع اللعب بنفس الريتم، يعني حتى الضغط على الحمل الكرة، ولما سجل 7 أهداف بقي دائما يحوس على الهدف الثامن، وهذا يعني تركيز كبير من طرف لاعبي فريق الوطن. كارل مجاني لإسلام سليماني، آخر المحاولات بالنسبة للمنتخب الجزائري. رياضي ضيع رياض، رياض محرز وجه لوجه أمام الحارس أيشي سلام، أي ضيع وجه لوجه في هذه المباراة التي تبقى للتاريخ بعدما كانت مباراة الضغط، بعدما كانت مباراة البحث عن التأهل وفقط، تتحول إلى مباراة التاريخ بفضل هذه السباعية الكاملة التي وقعها لاعب المنتخب الجزائري. التوزيع بعيدة على إسلام سليماني، هل يوصل عليها رشيد غزال؟ يبقى على فرصة إمكانية إضافة الثامن، ينتظر يوزع في القائمة الثاني من هناك الانتظار الترويض، ولكن تدخل دفاع المنتخب التونزاني. إسلام سليماني يصارع يرتكب الخطأ والمخالفة و الكرة لصاع المنتخب التنزاني 3 دقائق قبل نهاية هذه المباراة التاريخية بالنسبة للمنتخب الجزائري، التاريخية من حيث عدد الأهداف، التاريخية من حيث الظروف الصعبة التي جاءت في هذه المباراة. المنتخب الجزائري اليوم ينتفض، يسجل سباعية كاملة، يضمن التأهل إلى دور المجموعات، ويعيد التوازن، يعيد الثقة، يعيد روح المجموعة، ويكسب الريان في هذا التحدي الصعب. خطأ في دفاع المنتخب التنزاني وفرصة من أجل الثامن، فرصة من أجل الثامن، يلا فرصة من أجل الثامن، وبعيدة بعيدة بعيدة بعيدة. تبقى الفرصة قائمة لرشيد غزال. رشيد غزال من أحسن أنك تمرر، ولكن فضل العمل الفردي لتتحول الكرة إلى هجمة معاكسة. لا 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 لا، يلا يا رئيس، يلا يا رئيس، يلا يا رئيس، لن تدخل لن تدخل لن تدخل ولن تدخل. مهم جدا الحفاظ على عذرية الشباك، لم تدخل كرة توماس لمونغو، لم تدخل، كان المس الكرة بولعي هو اللي خلى الكرة إلى الركنية فعلا. رايس وهاب بولعي يتعداهم ولم ويحافظ على عذرية الشباك. هنا تكلمنا على التركيز، شاهدنا الدفاع ما كانش مركز كريم، يعني التمركز في وسط الخط وسط الميدان ولعب خط تسلل، وهذا خطأ من الدفاع الفريق الوطني. الكرة تبقى دائما تنزانيا تبحث عن هدف الشرف، هزيمة لم يكن يتوقعها أبدا التنزانيون الذين كانوا متفائلين بجدة وبقوة في مباراة الذهاب، ولكن اليوم ظهرت الحقيقة وظهرت الفوارق بين المنتخبين بعنوان 7-0 وركن أواو بالأحرى مخالفة وكرة ثابتة صالح المنتخب التنزاني في الدقيقة الأخيرة من عمر هذه المباراة التي بدأت بسيناريو مميز بتمريرة من إسلام سليماني. إبراهيمي سجل رابع أسرع هدف في تاريخ المنتخب الجزائري اليوم. إذن يا شباب عندنا رابع أسرع هدف، عندنا أكبر نتيجة حققها المنتخب الوطني في تاريخه. إسلام سليماني في سلم
ترتيب الهدافين، والحكم اليوم يعلن عن نهاية هذه المباراة بفوز تاريخي للمنتخب الجزائري بسبعة أهداف مقابل صفر. إليك الخط هشام، إذا كان إلى جانبك أحد اللاعبين والمدرب، وبعد ذلك سنعود إلى الاستوديو المركزي. نعود مباشرة لنلتقي بعد لحظات مع ضيفنا طبعا. شكرا لكريبازالي الفرقة التقنية التي رافقتنا بقيادة المخرج سامي كشرود، رشيد مكيداش أيضا، ولكل المصورين وكل العمال التقنيين. طبعا نعود إلى الاستوديو التحليلي لمتابعة لتحليل المباراة، وكذلك لمتابعة الندوة الصحفية للمدرب الوطني كريستيان غوركوف على المباشر. كل ذلك يأتيكم مع زميلنا سامي نوردين بعد الفواصل الإشارية.